بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، حلقة جديدة من رومنتادا على شاشة قناة المحور. في البداية بنقول ألف مبروك لنادي الزمالك، فوزه على أهلي تشادي بهدفين، الهدف الأول لزيزو في الدقيقة 72 من ضرب الجزاء، والهدف الثاني لمحمود الونش المتألق في الفترة الأخيرة. مبروك لنادي الزمالك العبور إلى الدور الثاني إن شاء الله. نادي الزمالك بما له من إمكانيات، بما له من تاريخ كبير في القارة الأفريقية، إن شاء الله قادر أنه يعدي الأدوار القادمة، وإن شاء الله نشوفه نادي من الأندية المصرية في النهائي، وياريت وربما لا نشوف أهل وزمالك تاني في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية زي ما كان قبل كده، وكانت في مباراة مهمة جدا على استاد القاهرة. نادي الزمالك النهاردة أكيد يعني كان له يعني الغلبة، كان فريق أقوى من إلكت تشادي. إلكت تشادي حتى فرقة ما كانتش لاقية ملعب، راحوا لعبوا في الكاميرون. النهاردة الزمالك عمل جيم كويس، طبعا معنا صور من المباراة، طبعا شيكابالا ونجوم الزمالك النهارده يعني كانوا نجوم مميزين. نتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق في اللي جاي. النجوم اللي جم لعبوا المباراه هيرجعوا تاني لمنتخبنا الوطني في مباراته الثانيه ان شاء الله. هو ده التعاون، هو ده هي دي سمه يعني الفريق والمنتخب دايما، يعني لاعبين الفرق المصريه كلهم في خدمه المنتخبات الوطنيه المختلفه، المراحل السنيه والعمريه المختلفه. معانا طبعا للتحليل او الراي طبعا نجم من نجوم كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا عباس، ازيك حبيبي عامل ايه؟ مبروك للزمالك يا كابتن. الله يبارك فيك، سعيدك. يعني فوز الزمالك، هو طبعا في فوارق كبيره جدا ما بين الزمالك وأهلي تشادي، بس الزمالك يعني هو الزمالك اللي شايفينه ماشي بشكل مميز بقاله سنتين. والله بص يعني قد يختلف الناس النهارده معانا في ان الاداء ومش مش بالطريقه اللي هم اعتادوا عليها، ولكن مستوى الخصم وبعض التغييرات او قله اللعيبه اللي خلت المستوى كده. تمام. تاني حاجه النتيجه الاولانيه اللي هي 2-6 عملت اطمئنان زياده عن اللزوم للي بيلعبوا، ان يعني صعب يعني الكوره طبعا فاز صعب، لكن صعب تجيب ثلاثه في الزمالك في القاهرة من الفرقة دي أو من أداء الفرقة دي. ولكن هو كابتن محمد ده فوز مطلوب من الناحية المعنوية، بتعدي دور تقبل اللي جاي بيجي لك وأنت كسبان، فأكيد هيخاف بعض الشيء. تاريخ الزمالك هيخوفك بعض الشيء. لسه قايل الكلام ده في الانترو يا كابتن قبل ما حضرتك تدخل. تاريخ الزمالك والله العظيم انت متواجد معايا بصراحة من ناحية القلبية، أنا ما سمعت حبيبي لكن انا عارف حضرتك يعني دايما بتدي الناس حقها، بتدي الزمالك حقه اكيد، ولكن مش عايز الجماهير او الناس اللي بره الجماهير غير اللي حضرت في الملعب تقول الاداء وده مستواه. لا، يكفينا شرف ان زيزو والونش جم لعبوا مع ان هم مرهقين جدا جدا، وكنت اتمنى ان هم يرتاحوا، لكن ظروف الناس اللي او العدد النقص العدد اللي موجود. ولكن انت طلعت المباراه كابتن محمد باللي انت عايزه، في اقل مجهود في اقل اصابات، الحمد لله الحمد لله كابتن. يعني نقدر نقول نادي الزمالك انا قلت برضو بقاله سنتين ماشي بشكل مميز، بدايه افريقيه موفقه الحمد لله الى حد ما. شايف ان ممكن الامور بالراحه بالنتائج بالدوري مرتين بكاس مصر بامور ماشيه مع نادي الزمالك يبقى طريقه ممهد في البطوله الافريقيه؟ لا، شوف اقول لك كل اللي حضرتك قلته ده كوم، وان احنا كلنا بنتمنى من 2002 بطوله غايبه عنك، نتمنى ان هي تبقى في 100 عقبه ان شاء الله في نادي الزمالك. ليه؟ انت كل سنه من السنين او معظم السنين بتبدا صح، بتوصل ساعات للنهائي ما بتاخدش البطوله. السنه اللي فاتت ربنا لا يعيدها علينا، ما اقولكش حصل ايه في الدوري المجاميع او وانت عارف دوري المجموعات والاخفاق اللي حصل، ولكن كانت لظروف مش عايز اقول بقى لجان جت كانت ضد النادي ومش عايزين ناس الزمالك مش مهم بالنسبه لهم، كل واحد جاي يقعد شهرين ثلاثه ويمشي، ولكن الامور انتظمت بعد المجلس المنتخب بقياده مرتضى منصور، الامور اتعدلت. ويمكن حضرتك قلت دلوقتي ان نادي الزمالك بقاله فتره كبيره ماشي بالظبط بخطى ثابته رغم عدم القوه اللي مشي واللي ما رضاش يمضي، والقصه اللي حضرتك عارفها دي كلها. حاضر باولاده يا كابتن محمد صلاح دايما، حاضر باولاده ونجوم. ولكن اللي جاي انا بكلمك اصعب للزمالك، لان كل الناس حاطت عينيها عن الزمالك.
بالشباب بالمدرب بالجهاز بالمجلس بكله عايزين يعملوا وقفه للانتصارات، فانت لازم تتحدى الناس دي في الملعب وتكسب عشان تروح للبطوله. غايبه عن نادي الزمالك بقالها فتره كبيره جدا، وده اللي محتاجه نادي الزمالك دلوقتي. يعني دوري خدت، كاس خدت، سوبر، فاضل لك البطوله الافريقيه. فاتمنى ان احنا كابتن محمد الزمالك مؤهل للحصول على البطوله دي باللي حضرتك قلته ده، انه فاز بالبطوله، دعم مجلس اداره، منتخب، نجوم، ابناء نادي الزمالك واقفين في ظهره. شوف، هي العوامل كلها اتحدت في خدمه الزمالك، ولكن الزمالك بالتدعيمات اللي جت دي اللي هي لسه هتبان في الملعب، مع الراحه زي ما حضرتك قلت، مع انتظام الدوري، مع انتظام الحاله النفسيه للعيبه او عدم الارهاق في المنتخب او بره المنتخب، الامور لو رجعت بطبيعتها بسلاسه يبقى على اللعيبه ان هي تحافظ على الانجاز ده عشان هتكمل الاخر، لان الجماهير وكل الناس مستنيه النهائي اللي هتكسبه، مش انت توصل للنهائي وتخسر يبقى انت ما عرفتش حاجه. طيب كابتن محمد اسمح لي سؤال، الزمالك يعني خرج بقاله فتره من البطوله وأداؤه ما كانش مميز عشان كده خرج، لكن تأهيل الزمالك للاعبيه وفوزه بالدوري مرتين ورا بعض وفوزه بكأس مصر، ده مدربه هيبقى من ضمن الأسباب اللي تخليه متواجد بقوة؟ أكيد طبعا. شوف أنا لسه بقول لحضرتك إيه، كل ما بتكسب اللي جاي لك خايف، فأنت لازم تتحدى العوامل الصعبة اللي أنت عديتها فعلا حتى بالشباب وكسبت دوري وكأس، إن هي تبقى حماك ودعم في ظهرك انت توصل لنهائي بطوله افريقيه تاخدها، والا يبقى انت بتعمل انجاز محلي بس، يعني انت وقفت عند الدوري والكاس، وده مش هيرضي طموح جماهير الزمالك ولا ادارته ولا 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 الصفقات ولا الحاجات اللي اتعملت من المجلس والجهاز الفني. يبقى انت كده وقفت عند دوري وكاس كان في بعض الفرق مش كويسه، وانت كويس قوي 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 فانت مشيت، لكن لازم عليك انت تبين للناس دي ان اللي انت خدته ده مش صدفه، ده تعب وتاريخ وي وي، فانت هتوصل للنهايه في البطوله الافريقيه عشان تاخدها باذن الله. طيب كابتن محمد، لو خدت حضرتك نفس السؤال، هل مستوى نادي الزمالك في سنتين ماضيتين وفوزه بالدوري مرتين وبكاس مصر 2021 ولسه قدامه فرصه ب 21 22 شايفه في الدوري القادم ازاي في ظل السكواد القوي لبعض الانديه في الدوري الممتاز؟ شوف، هو خلي بالك اللي عليه الضغط هو نادي الزمالك، اكيد البطل، انت خدت فانت بطل. فهل هتحافظ على البطوله دي ولا هي كانت صدفه؟ عشان كده بقول لك الكل الفرق استعدت كويس جدا، وما تزعلش مني من الكلمه دي، يمكن انا بس بحب الزمالك اكتر شويه، اكيد استعدوا للزمالك. لازم ناخد بالنا من دي، كل الانديه استقطبت لعيبه اجانب، دخلت انتقالات من لعيبه، دفعت ملايين عشان تستعد لمواجهه الزمالك ان عايزه تكسب بطل الدوري. فانت عليك الاستقطابات اللي انت جبتها دي اللي هو جابها مجلس الاداره، ان الجهاز يبقى عامل حسابه مليون في الميه ان هو لازم يستفيد 100% من كل لاعب جه عشان يعوض اللي فات ويملى مركزه ويستعين بيه الجهاز عشان يكسب في الماتشات الجايه، لكن هتلعب على الذاكره او على الماضي محدش هيسيبك. صح. فانت لازم تعد العده ضعف او 200% لانك انت بطل، فانت عايز تحافظ على البطوله. اكيد. البطوله دي جايه لك ناس عايزه تلعب ضدك عشان تكسبك. والتنافس شريف، هو ده تنافس وتنافس شريف. نعم؟ تنافس وتنافس شريف. اكيد اكيد. في كل وقت يا محمد الكورة عندنا هي متعة واستمتاع، وكانت الأول من أخلاق طبعا، فهي دلوقتي العبارة الأولانية الكورة أخلاق وشرف. أخلاق أكيد. مين يكسب مين يخسر دي عند ربنا، لكن أنت لازم تجتهد وتتعب عشان تلاقي، لكن هي مسابقات أو منافسات شريفة 100%. طيب كابتن محمد، يعني اتحاد الكره اعلن ان صلاح ومصطفى محمد وفتوح هيريحوا الماتش اللي جاي، معنى كده ان زيزو هيرجع تاني يلعب في مكانه المفضل، شايفه ازاي؟ لا، هو المنتخب هيستفيد من زيزو في الحته دي. صح. خلي بالك زيزو بقاله فتره بالارهاق والتعب، مش يعني لسه، لكن في المنتخب دايما مكانه محجوز لصلاح، الا في بعض التغييرات والتحركات الاماميه دي بتحصل،
لكن لو هو لو لعب في مكانه الاصلي اعتقد ان هو اجابته هتزيد حوالي 60 70% لصالح المنتخب. طب لكن حتى لو ما لعبش يا كابتن، لو ما لعبش حتى زيزو، من مكان زيزو يلعب في المكان ده؟ والله دي بص يا محمد، رؤيه المدرب الفني، احنا بنستطلع اراء يا كابتن افضل ناحيه يعني. انت عندك مثلا تريزيجيه ما بيلعبش، مرموش بيلعب، في ناس، في اسلام، في ناس كتير، ابراهيم عادي، في ناس كتير جدا جت او ما جاتش بتلعب في الاماكن دي بطريقه كويسه جدا. لكن انا اساسها صلاح وزيزو طبعا، وبعد كده مش عايزين نقول البديل اللي بعدينا، فانت لما يكون عندك في كل مركز اثنين او ثلاثه اعتقد ده كويس للمنتخب. طيب عوده عمر جابر مع شيكابالا كنجوم وكباتن لنادي الزمالك بيدي استقرار وترابط للاعبي نادي الزمالك؟ طبعا. اصل بص انا مش عايز اتكلم على عمر لان هو ابن النادي ومعجون زمالك وخرج من الباب الكبير في الزمالك، ما رجع برضه من الباب الكبير وراح اعترف بره ولعب لغايه ما شافوا ان هو يصلح ان يلعب في نادي الزمالك، لان مش عايز بس القصص السخيفه اللي بتقول لك اصل شيكابالا اثر على الجهاز والنبي. لا لا لا، عمر جاب لاعب كبير على فكره، وانا كنت لا 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 لا، لا عمر ده اصلا دولي ولعب في كاس عالم وكاس افريقيا وكل في الحتت دي، فهو طالع من نادي الزمالك ورجع نادي الزمالك تاني ده بيته. وهو بص خلي بالك، اي واحد بيجيبه النادي بيعمل عليه سيرش طبعا، لعب قد ايه وانتج ايه وجاب اجوان ايه، فيقول لك الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب. طب ما في لعيبه كتيره جدا راحت انديه كبيره ما كانتش بتلعب في اي حته. طب كابتن محمد، حضرتك العمده بتاع المكان ده، كابتن محمد صلاح كلمنا على الباك رايت، انت العمده بتاع المكان ده، شايفه فنيا قادر لسد فراغ الجهه اليمنى؟ عمر؟ ايوه مع المسلوسي. طبعا. ده انا واثق، خلي بالك كمان عمر عنده حته جوكر. يعني يقدر في نص، يلعب في نص الملعب، يقدر يلعب باك ليفت، لكن اساسا الباك رايت دي بتاعته هو والمسلوسي وحازم اللي مشي ده، حازم امام، بس يمكن كتر الاصابات عشان كده جابوا عمر. عندنا نيمار دلوقتي بيأديها بشكل جيد جدا، خلي بالك برضه هيسد المسلوسي كان بيلعب برضه يعني مدافع ثالث اوقات يعني، لعب سيرف باك ليفت باك صح. لكن عمر هيسد بص انا مش عايز، او انا ماشي مع المجلس في حريه الاختيار، لان لما يكون عندك اثنين في كل مركز طبعا انت مرتاح، انت عندك اصابات، عندك انذارات، عندك ممكن نزل برد، عندك اي حاجه بتحصل، يبقى انت عندك البديل، ما تقعدش بقى تقلب الفرقه تجيب اليمين شمال والشمال في نص الملعب، لا يبقى عندك استقرار في المراكز وده مهم جدا. طب كابتن محمد، عايز اختم حضرتك بشيكابالا، شيكابالا من اللعيبه الكبار، شايف شيكابالا في توهج واتزان ادى الى قياده حكيمه للاعبين في الملعب؟ طبعا، وبره الملعب، والاهم ان هو بره الملعب. تمام. انا واحد من الناس اعرف شيكابالا ماذا يفعل في اوضه اللبس. وده اللي اثر النجاح. في ناس كتير يا كابتن ما يعرفوش ده على فكره، في ناس كتير ما يعرفوش ده، ان في بعض النجوم لا بص محمد، كان في ناس بتتهمه ان هو بيبوظ فرقه وعامل شلل وما بيخش شيكابالا بيحب الزمالك، سبحان الله في الاربع خمس سنين اللي فاتوا خد بطولات وعمل انجازات والناس اللعيبه كلها بتحبه حتى الصغيرين. اعتقد الاحتفال اللي حصل للزناري ده عمرها ما حصلت قبل كده، استقبال الزناري لعيب جديد اكنه لسه في النادي بقاله 10 سنين واللعيبه كلها حباه وعارفاه. تمام. فتعمله بقى ممر شرفي، ده نوع من النفوس الطيبه اللي موجوده في الفرقه دلوقتي. هي بقياده مين؟ بقياده شيكابالا. فشيكابالا ما حدش يقدر يشكك في زملكاويته ولا ان هو عايز يطلع في النادي السما بصراحه. صح. لانه ضحى كتير جدا حتى من الناحيه الماديه، وهو لا تعنيه الناحيه الماديه على قد ما يعنيه على فكره، راح عليه فلوس كتير ويعني عقود كتير بسبب نادي الزمالك، دي حقيقه. دي حقيقه. ده امان. طب اخر سؤال عن السكه الحديد، طمني. كله تمام، ماشيين كويس قوي، داخلين في معارك شريفه، المجموعه نار، نتمنى التوفيق للسكه واللعيبه كلها يعني ان شاء الله بدون اول مباراه مع مين يا كابتن؟ احنا مستقبل وطن،
مستقبل وطن. تمام. نيجي نحضر معاكم الماتش ده عندكم ولا بره؟ ان شاء الله اتصرف يعني، هتصرف. لا عندنا في السكه ان شاء الله. اكيد نتفرج فيها ان شاء الله. كابتن الكبير ونجم نجوم مصر الكبير والمدرب القدير كابتن محمد صلاح، بشكرك شكرا جزيلا. من الكابتن محمد صلاح لتصريحاته لتصريحات فيريرا، هنشوفها معاكم ونرجع تاني نتواصل معاكم في ارمونتادا على شاشه قناه المحور. اخي عدينا اول مرحله خلاص. شفنا ان الماتش كان صعب زي ما شفنا. No momento em que estamos a fazer a remodelação do plantel e acima de tudo com muitas ausências. في الوقت اللي كان فيه غيابات كتير والوقت اللي احنا بنعمل فيه السكواد الجديد بتاع الزمالك. Tanto no jogo como no outro, mas eu particularmente a equipa foi bastante segura. والفرقه كانت demonstrou uma grande maturidade. اظهرت نضج كبير وكانت me agradou bastante. E portanto, fizemos dois resultados positivos contra uma equipa que é muito agressiva, muito forte. E acho que, tirando uma ocasião que eles tiveram mais difícil, nós fomos capazes de controlar o jogo sempre, que foi mais importante. Controlamos o jogo, controlamos a bola, tivemos sempre um ascendente muito grande. كان دايما علينا تاثير اكبر في بوريسو ديزير كي 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 الشغادوس فورون كاباسيس كوم ايكيبا. شايف ان اللعيبه دي قدرت كفريق دي موستر جراند 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 ماتوريداد قدرت تظهر نضج خططي ونضج فني. O próximo adversário الفريق المنافس será seguramente mais difícil do que este. هيكون بالتاكيد اصعب من الفريق ده. E vamos procurar naturalmente fazer tudo aquilo que é for possível para chegarmos à fase de grupos. ونحاول نعمل كل حاجه ممكنه عشان نلعب في دوري. Continuo a não perceber porque é que o campeão do Egito joga dois playoffs. Não consigo entender. لسه برضه مش فاهم الفكره. Não consigo entender. بطل الدوري المصري يلعب. Mas outras, e também há outras coisas que eu não entendo, mas não vou falar agora. قبل دوري المجموعات وفي حاجات ثانيه مش na altura própria vou falar. مش متفهمها بس هيكلم عنها في الوقت المناسب. Há uma pergunta? في سؤال؟ nada pá, que há uma carpete. في سجادة. Uma carpete, sabe o que é uma carpete? في سجادة, tá? Que não está junta. مش eu levantei para falar, tropecei que aí. Só como ainda sou jovem para me defender, não é? بس هو لسه شاب وعارف عنده اللياقة. Fiz aquilo que tinha para fazer e qualquer. É uma queda normal. Olha, esta é pior. فأنا أسوأ من esta tem exatamente o mesmo problema. Mas hoje até foi bom, porque a outra foi deste lado, agora foi deste, estou equilibrado, não há problema nenhum. فهو نزل على estou bem, não aconteceu nada. فما حصلوش حاجة الحمد لله. Foi uma queda só. Foi, como eu disse, uma prova de que durante estes meses com o trabalho que fizemos, e acima de tudo com todos os jogadores envolvidos na mesma estrutura de conhecimento dos princípios do jogo que nós queremos. Vocês puderam ver que nós inclusive mudamos o sistema, nunca jogamos assim. نشوف ان احنا بنغير دلوقتي السيستم احنا بنلعبش كده قبل كده اي مش بسوديس نو سو كنترولامز او جوجو بس زي ما قال مش كما كنترول por ter por ganhar o que era importante كسبنا وده كان مهم كمان. Mas acima de tudo aquilo que mais me surpreendeu e mais me deu prazer اللي اكتر حاجه فاجئته وفرحته foi ver a equipa madura com capacidade para controlar um jogo deste que era importante. Da مهم O resultado que trazíamos de fora era dois golos, muito bem. Perdemos jogadores no primeiro jogo, perdemos jogadores no segundo. Portanto, era preciso chegar hoje aqui, jogar para ganhar, como foi o que aconteceu. Mas acima de tudo, controlar um resultado que não é por pontos. Isto não é um resultado por pontos, é um resultado por golos. Fomos melhores.
E não me surpreendeu muito, mas é mais uma prova de que os jogadores têm evoluído bastante e que agora já não é assim tão difícil dispor de alguns jogadores com menos experiência e conseguir que eles tenham resultados bons. Não vou responder a isso porque ainda não começamos, né? Tenho esperança que sim, mas todas estas situações vão demorar algum tempo. Mas já há uma base muito, 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 muito boa e muito sólida para poder aspirar a que a equipa possa vir a ser mais forte do que foi a época passada. E a nossa equipa foi forte a época passada, ganhamos campeonato em França. Fizemos 20 vitórias, ou neste caso agora 22 vitórias. Tem uma percentagem muito grande de bons resultados. Portanto, acho que quando os jogadores todos se integrarem, e vão ter que se integrar, e vão se integrar numa base que já joga, que já se conhece, é muito mais fácil do que chegarem jogadores novos e não terem uma base onde se possam entrar, não é? Há uma base, há jogadores novos que vêm entrar, é mais fácil para eles, e é mais fácil para a equipa. E como sabe, não é? Não sei se vocês têm noção disso, mas esta é uma equipa campeã. E para entrar nesta equipa campeã tem que ser muito bom, ou pelo menos tentar ser melhor. Toda a gente tem que trabalhar muito para poder jogar. Quer os que já estão, quer os novos que vêm. E quer dizer que a Profa assustou todos os adeptos do Zamalek e ficaram preocupados consigo quando atropelou-se lá no campo, quando com aquela caída todos caíram de susto. E porque estava gostando da Profa. Mas como é que ele sabe isso? Então, Zé Tarf, no colega Mahir, ele te Zé. São pelas páginas do Zamalek, pelas páginas. Três páginas? Eu ouvi dizer que alguém terá falado. Que eu tive um desmaio, que tive um não escrevam coisas que não sabem. Não, já aqui há um tempo atrás também escreveram outras coisas. Ainda vão levar comigo muito tempo, se Deus quiser. É uma queda normal, uma queda caída.
e vazar. É que deste ali toda a saúde e que para estar sempre com nós. Ah, muito obrigado, pá. Não foi nada toda. Se você acha que se eu tivesse desmaiado ou se tivesse tido algum problema. Estava aqui a falar convosco, sim. Não, vão levar comigo ainda. Só quero transmitir esse recado que eu já dei para os costumes. Ah, sim, eu sei, eu sei. Estejam tranquilos, porque enquanto eu puder. Enquanto eu puder, e não sei até quando é que eu vou poder, nem ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Pá, eu vou lutar pelos Amalek como por mim próprio, pá. Vou lutar pelo clube, pela equipa, como por mim próprio. Eu não, nunca fui homem desistir de nada. Vamos ver se a coisa, se a sorte também nos acompanha, não é? E se... Cada vez que eu caí, não se assustem, hein? A segunda parte da pergunta, ele diz que não tem a ver mesmo com o jogo de hoje, é que o prof, a sua opinião das novas contratações, se foram agradáveis. Ainda não vou falar nelas, ainda não temos suficiente. Na altura própria, e quando achar que faz sentido falar, eu falo. Sem nenhum problema, não é? Eu não tenho os jogadores ainda, só está um bocado hoje. Os outros ainda não chegaram. Eu vou estar a falar de coisas que ainda não vi, não é? Quando eu digo não os vi integrados, né? Não vi os jogadores integrados com a equipa, a trabalhar comigo, não vi ainda. E eu só dou a minha opinião quando puder ver os jogadores a trabalhar comigo. Agora, pelos nomes, vocês todos sabem que são jogadores com qualidade. Mas é como foi como eu vos disse. Chegar aqui, entrar numa equipa campeã, Tem que trabalhar muito para jogar. Os que estão cá, só assim é que podemos ser muito fortes. Foi notável que a primeira parte, e eu tenho certeza que não agradou também o prof essa primeira parte, que o rendimento não foi ao mesmo nível na segunda parte, é porque este é o problema do jogador egípcio, da opinião dele, que quando facilita o jogo, aí não rende ao nível. Não são só os egípcios, são os outros todos, mas é verdade, isso é verdade. Mas se o jogador egípcio, se o jogador egípcio, se o ele está a perguntar se o professor não fica preocupado se isso possa acontecer mais no trajeto dos Amalek na Liga dos Campeões. Espero que não, não é? Mas sabe, à medida que a equipa e os jogadores vão ganhando maturidade, vão conhecendo o sistema da equipa, trabalham em conjunto, a exigência. A exigência é muito alta nos treinos. A gente treina com uma exigência muito alta. E a alteração que há nesta equipa e em grande parte dos jogadores, vocês têm que concordar que é bastante grande, bastante visível. دي كانت تصريحات فيريرا المدير الفني القدير لنادي الزمالك. طبعا زملاء الصحفيين والموجودين طبعا لهم كل الاحترام والتقدير، ما شاء الله كل واحد بيسال سؤال، بس الاسئله مطوله شويه، لو اختصرت شويه طبعا كل احترام لكم، يعني هيبقى يطلع من الراجل كلام كتير تقدر تساله في حاجات كتير في المباراه. دايما احنا بنسال دايما في المباراه تحديدا، يعني الكره للجماهير، بس الجماهير بتحب تتفرج على مين؟ تتفرج على النجوم. ولا يبقى في نجم بقيمة وحجم وقامة وتاريخ البرنس أشرف قاسم، لازم الناس تفتكره على مدار تاريخه بإنجازاته مع نادي الزمالك، مع منتخب مصر، يعني في أمور كبيرة. كابتن أشرف قاسم، يمكن أنا كنت من شهر تقريبا أنا رحت له المستشفى وطمنت عليه، راجل عمل عمليتين جراحيتين،
لكن هو الامور بالنسبه له في مرحله التاهيل الاولي للعمليات، وبعد كده ان شاء الله يبقى في له علاج تاني ان شاء الله بتاع الاطراف بتاعه بتاع الاعصاب. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. الصوره اهي برنس الكره المصريه سلامات. والله العظيم صدقوني يعني بعيدا عن الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، الحاجات دي بتخلي الواحد لو فيه شويه شعر لسه واقفين موجودين كده، شعر الواحد بيقف كده بصراحه، حاجه بتفكرك ان الناس هو ده النجم اللي بيدي باخلاص، النجم التاريخ، النجم اللي عمل يعني ماتشات كويسه وعمل الزمالك وعمل لمنتخب مصر وكان له روح احترافيه. لا هو اشرف قاسم اسمه وتاريخ وقيمه وقامه كبيره جدا. هو الراجل يعني بتمنى له التوفيق والشفاء ان شاء الله في اللي جاي، وترجع تاني يا برنس تقف على رجليك ونشوفك في الملاعب، ترجع تاني تدرب وتشوف ونشوف تاني تاريخك الجديد تاني بعد الاصابه، هترجع تاني اقوى واقوى بكتير. ما زلنا في اخبار طبعا نادي الزمالك بعد ما اتكلمنا على فيريرا واتكلمنا على البرنس اشرف قاسم اللي بنقوله تاني سلامات. نانت يفكر في شراء مصطفى محمد. نانت الفرنسي طبعا مصطفى محمد ماشي بخطه كويسه جدا، هو كانت فكرته من الاول خالص انه كان يروح فرنسا، طبعا اتباع لجلطة سراي التركي، بعد كده الامور وقفت شويه، ولكن طبعا جلطة سراي هم بيفكروا هم دوري تركي دوري قوي جدا، فكروا يعيروه لنانت الفرنسي، لكن نانت في الاخر شاف انه ده ممكن يبقى مهاجم المستقبل بالنسبه لهم، او مهاجم ممكن بالنسبه لهم في الفتره اللي جايه، وحتى لو انتقل لاي نادي تاني ممكن يبقى المردود المادي من وراه كويس جدا، هم بيفكروا يشتروه من جلطة سراي. وجودك في الملاعب الفرنسيه برضو اضافه لمنتخبنا الوطني، وجودك قبل كده في الملاعب التركيه، نتمنى لك التوفيق في اللي جاي، ونشوفك ان شاء الله اللي جاي بعد كده مصطفى نشوفك في الدوري الانجليزي. احصائياته معانا، طب نشوف احصائيات مصطفى محمد. مباريات 8 اهداف 2 صناعه اهداف 1 صناعه فرص 1. يعني هو راجل ماشي بخطه كويسه، يعني بدايه كبدايه بالنسبه له في الدوري الفرنسي بيختلف كليا وجزئيا عن الدوري المصري وبيختلف عن الدوري التركي. يعني طبعا ونانت الفرنسي ده من الانديه الكبيره، يعني نتمنى له التوفيق في ما هو قادم لمصطفى محمد، ونشوفك الله ان شاء الله في طبعا الزمالك. طبعا وكان له احصائيات في ماتش اليوم بمباراه ليكت تشادي. لا طب ماسو نجر الاول مصطفى محمد اهداف 1 تمريرات مفتاحيه 1 صناعه فرص 1 تسديدات 2 تسديدات على المرمى 2 مراوغات صحيحه 1. طبعا ده مع منتخب مصر، نتمنى له التوفيق في اللي جاي. نجم كبير لما يبقى موجود نجم بقيمه مصطفى محمد، لعب في تركيا وفرنسا، وان شاء الله نشوفه زمان محمد صلاح وبعض نجومنا اللي ان شاء الله يبقوا كمان موجودين مع صلاح في الدوري الانجليزي، اعتقد ده كله ده مردود ايجابي على الكره المصريه. نجم برضو من نجوم انا ممكن تبقى شهادتي مجروحه لو قلت ان هو ادى اداء كويس مع نادي الزمالك، بس برضو نادي الزمالك كان هو السبورت، كان هو البرواز اللي عرض طبعا النجم الكبير محمود علاء في الفترة الأخيرة. الراجل لعب بشكل كويس جدا، لكن في متغيرات بتحصل وهي دي كرة القدم. مش هنقول على ان اختلافه مع بعض جماهير نادي الزمالك هو ده اللي كان السبب في ازمته او انه يمشي، لا، ممكن يبقى المدير الفني ورؤيه المدير الفني فيريرا ان محمود علاء هو مش رجل المرحله الحاليه، وده اللي يقلل من محمود علاء. جاله عرض من النادي المصري، هو بيقول لا انا بفكر في الاحتراف الخارجي. نتمنى ان لو تم بقاء مصطفى محمد في نادي الزمالك خير وبركه، لو راح للنادي المصري، النادي المصري السنه دي عامل سكواد كويس جدا وهيعمل اداء ولا اروع، لو هناك فرصه في التفكير في الاحتراف ويرجع تاني نادي الزمالك، كل ده اعتقد في صالح محمود علاء وطبعا وفي صالحه هو شخصيا ولنادي الزمالك ومنتخب مصر في اللي جاي، ممكن تاني يرجع تاني النادي، ممكن في لغه الاحتراف اللي ماشيه معانا السنه دي وانديه بسم الله ما شاء الله بقت العقود مرضيه، السكواد قوي، انك تلعب في فرق من الفرق اللي موجوده الايام دي في الدوري العام المصري، ده كله حاجه كويسه وان شاء الله تكون. طيب ناخد تقرير عن الاستاد المصري وبعد كده نطلع لفاصل. هتكلم بس الاول على النهارده كان سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، وانتم عارفين ان هيئه قناه السويس دي من اهم الهيئات الموجوده في مصر وبتعمل شغل محترم جدا وبؤره اهتمام عالميه، ان كل اللي جاي من المتوسط عايز يروح للمحيط الهندي كله بيجي من خلال قناه السويس. النهارده بعيدا عن قناه السويس وعن الهيئه العملاقه وقناه السويس عاملين قريه اولمبيه ولا اروع. انا كنت معزوم بس للاسف الشديد ما رحتش لان كان عندي ارتباطات، وناس كتير جدا كانت موجوده النهارده، راحوا زاروا طبعا القريه الاولمبيه، راحوا زاروا الملعب المميز جدا اللي هيلعب عليه النادي المصري السنه دي، واللي بلعب طبعا بلعب هو ملعب قناه السويس او نادي القناه. لا يعني حاجه تشرف. اتمنى ممكن دي تبقى رساله للسيد جمال علام، السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الدوله للرياضه او وزير الشباب والرياضه،
ان المباراه القادمه لمنتخبنا الوطني سواء كانت وديه او رسميه تبقى في الملعب ده، وكنا نتمنى ايضا ان تبقى مباراه اسكندريه هناك، لكن برضو يعني واحد يعني مره في اسكندريه مره في الاسماعيليه، لا ملعب بمواصفات عالميه. مبروك مبروك لكل الفرق اللي هتلعب على الملعب ده، لانه ملعب مميز جدا موجود في احلى مكان في الاسماعيليه، حاجه تشرف. هنشوف التقرير بتاعه ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع تاني نتواصل معاكم في الرمونتادا على شاشه قناه المحور. اوعوا تروحوا في اي مكان. الصرح اتبنى في مده 3 سنوات على 86 فدان، في هو عباره عن قريه اولمبيه فيها الاستاد طبعا اللي بيسع 21,000 متفرج، في مجمع حمام السباحه، في الصاله المغطاه، في ملاعب الهوكي الدوليه اللي اتلعب عليها فعلا اوريدي بطولات، يعني في 6 ملاعب للخماسي، في 3 ملاعب لكره القدم لتدريب كره القدم، في مهبط للهليكوبتر لطيارتين، كل دي امكانيات وقدرات موجوده في الاستاد يسمح فعلا ان يبقى مشرف للبطولات كلها سواء كانت المصريه للفريق القومي او للعربيه او الافريقيه. الحمد لله احنا خدنا الموافقات وعملناه طبقا للتصميم اللي مطلوب، يعني هم جم فتشوا عليه كذا مره وادونا اللايسنس ان احنا نبقى جاهزين ان احنا البطولات، حتى الانوار جم فتشوا على الانوار اللي هي الليليه او الملاعب اللي بتلعب عليها ليلي. احنا بنقول عايزين مستثمر يجي يدير هذا المكان، لان بيقول احنا مش متخصصين، وبالتالي عايزين حد متخصص يديره ويعمل له الصيانه عشان انا ما اصرفش عليه تاني، لا بالعكس انا عايز استرد المال اللي احنا صرفناه في اقرب فرصه ممكن. لغايه دلوقتي يمكن عندنا شركتين ثلاثه لسه بندرس بينهم، ولسه مفتوح العروض ان هي يتقدم اكتر من كده عشان نوسع الرقعه يعني بتاعه ان احنا نفاضل بين مين الافضل. يعني انا شايف ان احنا في مكان عالمي بكل ما تحمله الكلمه من معاني، وده اضافه قويه للثروه الرياضيه في مصر، ويعني حاجه تشرف مدينه اسماعيليه وتشرف انها موجوده في جمهوريه مصر العربيه. ان شاء الله الاستاد يستقبل نستقبل عليه المباريات الدوليه والمحليه، وان شاء الله في الجمهوريه الثانيه اللي سياده الرئيس اسسها تكون الرياضه زي ما هو دايما حاططها في المقدمه ومهتم بيها. ان شاء الله باذن الله منشآت رياضية أحدث وأكثر وأكبر في المستقبل، لكن أنا سعيد جدا بهذا المنشأ العالمي اللي يعد من أكبر الإضافات السنة دي للثروة الرياضية في مصر. احنا النهاردة بقبل حدث كبير، حدث بيقول إن مصر قادرة، حدث واكب حضور السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتواكب أيضا مع التقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن بقبل قرية أولمبية تدشن الآن، ما هيش مجرد استاد كرة قدم، بل هي تملك صالة ألعاب مغلقة وتملك ملاعب مفتوحة للهوكي وحمامات سباحة. 4 فرق تستطيع أن تقيم معسكرات هنا، لماذا لا تأتي فرق أوروبا في شتائها وتوقفها علشان تلعب في شمس شط القناة الجميل؟ مصر كانت بتستضيف دورة صيفية في افتتاح مواسم كرة القدم في الأسكندرية، الآن هو دور شط القناة، هو دور استثمارات جديدة، هو دور جذب للفرق العالمية، هو دور لصناعة الرياضة، صناعة هي صناعة أمن قومي وصناعة بهجة في نفس الوقت. وبالتالي ما أجمل أنك تيجي وتشوف يتواكب مع الجمهورية الثانية بناء صرح زي ده. من أول يوم اشتغلنا فيه لغاية النهاردة برحب بيكم داخل القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس. الصرح العظيم اللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت تم إنشاؤه في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق أسامة ربيع، اللي هيبقى إن شاء الله إضافة للرياضة المصرية داخل مصر، إضافة من جميع النواحي. عندنا استاد هوكي دولي، عندنا صالة مغطاة رئيسية، عندنا ملاعب فرعية، عندنا ملاعب متعددة لكرة يد وسلة وطايرة، عندنا حمام سباحة أولمبي، عندنا الصرح الأحدث أو المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية هو استاد هيئة قناة السويس الجديد. الاستاد اللي بيتميز عن غيره أنه هو فيه 4 غرف تغيير ملابس، كل غرفة فيها ساونا وجاكوزي وشاشة لعرض الخطط التدريبية. الاستاد اللي بيميزه وجود نظام للفار، تقنية للفار بأجهزة هي الأحدث من نوعها داخل الملاعب المصرية. الاستاد اللي بيميزه وجود 8 كباين خاصه لمشاهده المباريات للفي اي بي او للاسر، ممكن اسره تيجي تاخد كابينه على بعضها لمشاهده المباريات.
رجعكم تاني بعد الفاصل وهنتكلم على موضوع مهم جدا، هو يتولي المدير الفني السابق للنادي الاهلي بيتسو موسيماني تدريب نادي اهلي جده السعودي. اولا لو اتكلمنا هنتكلم على الاهلي جده السعودي، من الانديه الكبيره صاحبه الرياده في القاره الاسيويه والدوري السعودي تحديدا، اسمه تاريخ كبير. طالما اتكلمت على الاهلي جده هتكلم على اسمه تاريخ كبير. هنتكلم على الجانب الاخر على بيتسو موسيماني الجنوب افريقي اللي تولى القياده الفنيه مع النادي الاهلي وحقق مع النادي الاهلي بطولتين افريقيتين في غايه الاهميه. نقله محوريه كبيره في مسيره بيتسو موسيماني من سان داونز الجنوب افريقي الى النادي الاهلي، وزي ما قلت قبل كده في بعض الحلقات يعني او جت سيره بيتسو موسيماني قلت اللي يعدي جنب يعني جدار النادي الاهلي او سور النادي الاهلي بيحقق بطولات وتواجد وبيعملوا اسم كبير. وجود بيتسو موسيماني في الدوري السعودي سببه النادي الاهلي، هو الاهلي المصري راح الاهلي جده السعودي، وهو الراجل اكيد برضو هو شاطر وناصح وعارف انه مع اهلي جده في الدوري الممتاز به في الدوري السعودي، لكن عارف انه هيطلع وهيبقى معاه في الدوري السعودي ويحقق معاه شغل كويس جدا. زي ما قلت قبل كده اتقابلت بيتسو موسيماني 2017 في سان داونز وعملت معاه حوار، ما كانش ده بيتسو موسيماني اللي جه مصر، هو ممكن لما جه والامور مشيت معاه والضوء، وانت عارفين الزخم الاعلامي وجماهير النادي الاهلي الموجوده بالملايين في كل مكان، وطبعا السوشيال ميديا، والراجل بالنسبه له الدنيا وخريطته اتغيرت تماما 360 درجه. مع النادي الاهلي حقق معاه بطولات، نعم حقق معاه بطولات، لكن حقق له لنفسه ولذاته اسم وتاريخ كبير، وسطر اسمه بحروف النور في مسيره الاهلي الافريقيه او مسيره النادي الاهلي اهم الفرق في القاره الافريقيه. لو اتكلمنا بامانه ده كله بامانه يعني الراجل استفاد، استفاد من النادي الاهلي قبل كده مع سان داونز، كان موجود وبيلعب وخد بطوله من نادي الزمالك وموجود في جنوب افريقيا ماشي، بس الانطلاقه الكبيره الانطلاقه اللي خلتهم المدربين المميزين كانت مع النادي الاهلي. هو جه في فتره اخيره والراجل يعني زوجته هي مديره اعماله، ممكن كان شايف ان دي مرحله بالنسبه له، وهو يعني كان برضو يعني كان ذكي، شاف ممكن الامور معاه ما تمشيش زي ما هو عايز في فتره اخيره، وده اللي حصل فعلا مع النادي الاهلي. لكن وجوده في النادي الاهلي كان محقق معاه شغل كويس جدا، وايضا المردود الايجابي بالنسبه للاعبين، النادي الاهلي موفر له كل حاجه، فريق، اقامه، امكانيات، سفريات، كل حاجه لبن العصفور زي ما بيقول بالبلدي عندنا في مصر. بيتسو موسيماني طبعا هيفضل من المدربين اصحاب نقدر نقول الاسم الكبير في مسيره النادي الاهلي، زي مانويل جوزيه، زي هودوكوتي، زي كالوتشاي، زي هولمان، زي فايسا، زي مدربين كبار تولوا مسيره النادي الاهلي من الاجانب. بس كانت المفاجاه لكل الجماهير النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي وكل متابعي النادي الاهلي ان ياتي للنادي الاهلي مدرب من القاره السمراء وتحديدا من جنوب افريقيا، مدرب جاي نعم من طبعا فريق كبير كان طبعا رئيسه هو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، راجل اعمال كبير من اكبر رجال اعمال في جنوب افريقيا، وبيصرف على النادي وماشي، بس من ناحيه حتى البنيه التحتيه من ناحيه امور كبيره جدا، لا النادي الاهلي في حته تانية، النادي الاهلي في حته تانية كبيره. يعني النادي الاهلي طبعا له فضل كبير على مسير بيتسو موسيماني في الاريا العربيه، يعني وجوده في مصر هو اللي خلاه النهارده في اهلي جده السعودي، ده اللي خلاه، وده نتمنى له التوفيق، لان دايما كل اللي يجي عندنا وبيسيب بصمه كويسه بنتابعه وبنشوفه دايما نسال عليه ونتابع اخباره، زي مثلا نجوم كبيره جدا جت النادي الاهلي، طالما بنتكلم عن النادي الاهلي او نادي الزمالك نتكلم مثلا على فلافيو، على جلبرتو، على فيليكس، على نجوم كبيره جدا، نتكلم عن الزمالك كوارشي وبعض النجوم اللي كانوا موجودين، المقاولون العرب انطوان بيل، لا نجوم تركب بصمه كبيره جدا في مصر، ومنها كانت وش الخير، مصر ارض الخير، كانوا لهم وش، كانت وش الخير عليهم، اللي راح اوروبا مثلا زي بيل انطوان، اللي راح بعد كده اهو شايفين بيتسو موسيماني راح السعوديه. والجماعه لو نتكلم على الدوري السعودي، دوري كبير ودوري مهم، من اقوى الدوريات الموجوده في الاريا العربيه، دوري من حيث المنتج والفرق واستقطابات اللاعبين الاجانب والحكام الاجانب، لا عاملين طفره كبيره. احنا هنا بنتكلم انت جبت مدير فني رئيس لجنه حكام اجنبي، في اعتراض عليه من البعض والبعض الاخر مرحب بالفكره، لكن في المجمل لا بياخدوا خطوات مهمه وسباقه. رابطه الانديه عندهم بقى لها فتره كبيره دوري، لا دوري مميز وطلع منه يعني افرازات كبيره جدا، خلت السعوديه في فترات كبيره جدا متواجده في كاس العالم، وده برضو لو يعني لينا كأري عربية شرف كبير لينا. تنظيم قطر ل 2022 حاجة تشرف، حاجة مشرفة، حاجة كويسة ان يتلعب كل العالم كله
كل الأنظار تبقى على قطر، وقطر من البلدان العربية والبلدان الشقيقة اللي لها كل تقدير واحترام. بنسو موسيماني وجوده في الدوري السعودي هيفرق، ويعني يا سلام، بس تعالى كده بس شوف كده المصريين الموجودين اللي بيشجعوا النادي الاهلي، بيتسو 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 في كل مكان يروحوا، وده يخلي له افضليه ان هو برضو يقدر الى حد ما يعيش اجواء اللي كان عايشها في مصر. هيبقى معنا بعد شويه طبعا الاستاذ عبد العزيز النهدي الاعلام السعودي والمتحدث الاعلامي الاسبق لنادي اتحاد لنادي اهلي جده. الراجل هيتكلم معنا في امور مهمه جدا عن تعاقد بيتسو موسيماني مع اهلي جده، واكيد هيقول لنا امور وكواليس كتيره. لكن الخبر خبر كان مفاجاه شويه، الناس قالت لك ازاي بيتسو موسيماني راح فريق في الممتاز به؟ لا، اهلي جده فريق اسم وقيمه وتاريخ كبير جدا في قاره اسيا، وتحديدا كمان في الدوري السعودي، وفريق من اصحاب الانجازات، انجازات كبيره جدا. لو اتكلمت هتكلم على اهلي جده واتحاد جده والهلال السعودي والنصر وبعض الفرق اللي طلعت في الفتره الاخيره، لكن سيظل اهلي جده والهلال السعودي والنصر من الانديه اصحاب التاريخ الكبير زي كل الانديه اكيد طبعا، بس عندهم من حيث الانجازات والبطولات والمشاركات في دوري اسيا، لا يعني ماشيين كويس جدا. اكيد كنا لازم عشان دايما تنقل الخبر من مصدره او تنقل الخبر من مكانه، لازم كان يبقى معانا عبر الزوم الصديق العزيز والاعلامي السعودي والمتحدث الاعلامي الاسبق لنادي اهلي جده الاعلامي عبد العزيز النهدي. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد. منور مصر مبدئيا، مصر دي بلدك الثاني، واهلا بيك في اي وقت. منور باهلها، وانا سعيد جدا بهذا الظهور الثاني عبر برنامج المتميز رومنتادا، المتميز بمذيعيه بطاقمه بفريق اعداده الذكي والرائع جدا. طيب يعني كل الناس اتفاجئت، وانت موجود في مصر بالصدفه، تولي بيتسو موسيماني تدريب اهلي جده، انت حضرتك كسعودي شفتها ازاي؟ ما في شك هذا الخبر كان خبر هذا الاسبوع، او اسميه خبر هذا الشهر يعني حقيقه، وربما يكون من 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 اهم اخبار هذا الموسم الرياضي الذي يعني الذي يخطو خطوات الأولى. فالتوقيع مع موسيماني بلا شك أنها ضربة معلم من إدارة النادي الأهلي الجديدة. جاءت لتنقذ، نعم جاءت لتنقذ النادي الأهلي بعد أن أودت به الإدارة السابقة إلى منطقة لا يعرفها النادي الأهلي عبر 90 عاما. طب سؤال معلش أعطاك سؤال تحديدا معلش، ازاي تقبلت ازاي كسعودي او محبي او شعب جده او وكل الناس المحبين لنادي اهلي جده بهبوطه للقسم الثاني؟ تقبلت الموضوع ده ازاي في البدايه؟ استاذ محمد، الى اليوم، الى لحظه حديثنا هذا، الى لحظه ظهورنا المباشر هذا، جمهور النادي الاهلي وجماهير السعوديه لم تستوعب حتى اللحظه هبوط النادي الاهلي. ده احنا كمان احنا كمصريين ما كناش مستوعبين اصلا الحدث ده. العقل، انا كتبت عنها قلت ان العقل الرياضي لا يستوعب مثل هذه الحادثه. ده اكيد لا يمكن ان يستوعب مثل هذه الحادثه حقيقه، لانها كانت فاجعه رياضيه بالنسبه لنا وفاجعه كرويه، ان نادي كبير وجماهيري وشعبي ونادي الامراء وابناء الملوك و و و من نخبه المجتمع ان يتعرض لمثل ما تعرض له مع الاداره السابقه. إدارة كابرت، إدارة لم تسمع ولم تنصت ولم تتناقش مع الجماهير ومع الإعلاميين ومع أعضاء الجمعية العمومية أيضا. فهذه الإدارة يعني أنا أقول أنها تصانجت وسدت آذانها تماما حتى لحظة السقوط. هل اختيار موسيماني هو يعني الاختيار في محله لعودة أهلي جدة كسابق عهده كنادي كبير في الدوري السعودي؟ التوقيع مع موسيماني انا اصدق القول، لم يتوقع احد انه الـ 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 يعني انه موسيماني اول ان يوافق في يعني على مثل هذه الظروف التي يمر بها النادي الاهلي في الدرجه الاولى، خصوصا بعد خروجه من 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 النادي الاهلي المصري العظيم وبحثه عن فرص افضل. فبلا شك انه النادي الاهلي أني كظروف كروية ليست الظروف المثالية لأي مدرب، ولكن برهن
موسيماني يعني من خلال موافقته على تدريب النادي الأهلي أنه مدرب قتالي يعشق الفرص ويعشق التحديات وآمن بالمشروع. بلا شك أنه تحدث مع رئيس النادي الأهلي ومع نائب الرئيس وآمن بالمشروع ويدرك ويعرف قيمة النادي الأهلي السعودي. وأنا بكل صراحة أقول إن كان جمهور الأهلي 99% يعتقد أن الأهلي سيصعد بإذن الله يعني إلى إلى دوري المحترفين، اليوم 1000% لديه إيمان بأن موسيماني سيقود النادي الأهلي إلى دوري محترفين وربما يعيده إلى منصات التتويج. ولكن الأمر يتطلب الصبر والجلادة وتطوير الأدوات وتحسين الأدوات والمزيد من الدعم. على فكرة أنا قلت في المقدمة قبل حضرتك ما تدخل معانا في الزوم، قلت موسيماني ذكي، شكله مش قادر يستغني عن بريق الأهلي، لما مشي من الأهلي المصري شاف ضلته في الأهلي السعودي بقيمته الكبيرة. خلي بالك إن شاء الله يصعد الأهلي، يصعد الأهلي جدا. وجمهور نادي الأهلي، جمهور نادي أهلي جدا محب يعني للأهلي المصري العظيم. وهنا كانت الحقيقة التاتش أو اللمسة الخاصة أن موسيماني يحظى بنفس القبول الذي حظي به في 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 الاهلي مصر. خلي بالك جماهير اهلي جده زادت، عارف زادت مين؟ جماهير اهلي جده زادت المصريين الموجودين بالملايين. خلي بالك. ها نعم نعم نعم. انا اعتقد ان موسيماني هو المدرب الفت، المدرب المناسب لمشروع النادي الاهلي السعودي، المشروع الطارئ الان اللي هو مشروع اداره الازمه الكرويه. وخير من يدير الأزمة الكروية الفنية الآن في الأهلي أنا أعتقد أنه موسيماني. بس أنا يعني برضو عايزين نحيي القائمين على الرياضة في المملكة العربية السعودية ووقوفهم الكبير جنب أهلي جدة في اختيار مجلس جديد يرضي طموحات تاريخ أهلي جدة. ما في شك، ما في شك أبو أستاذ محمد أن وزارة الرياضة شعرت بالموقف ومنحت العديد من الفرص للرئيس السابق اللي هو ماجد النفيعي، ولكن رفضوا. المضحك والمبكي أن الرئيس بعد الهبوط ظهر في تصريح تلفزيوني وقال أنا متمسك بأدوات الهبوط. إزاي بعد الهبوط؟ هذا التصريح نعم بعد الهبوط وقال أنا متمسك بأدواتي ولن أغير في طاقم نهائيا، لا طاقم إداري ولا طاقم فني، ونحن كما نحن. فهذا هو التصريح الذي طب يعني أنهى الحكاية وأنهى القصة تماما. طب مين أنهى الحكاية؟ تفسيرك إيه بهبوط أهلي جدة في مفاجأة من عيار الصقيل؟ بقول لحضرتك إحنا كمصريين أو إعلاميين مصريين أو محبي لأهلي جدة كمصريين أو محبي لنادي الأهلي المصري ما تقبلناش الموضوع، وإحنا بلد غير البلد. أنا أختصر لك الحكاية. رئيس لا يتواجد في النادي، أوكل المهمة إلى مدير تنفيذي لم يمارس اللعبة وليس من أبناء اللعبة، وهو مجرد منظر عبر التلفزيون وعبر تويتر. فأنا يعني ذكرتها في وصف أنها خديعة. الأهلي تعرض إلى خديعة كروية، بمعنى أنه الأهلي لم يديروا يعني أشخاص من ذوي الخبرة الكروية، من ذوي الخبرة الرياضية، فكان بالتالي لابد أن يدفع الثمن. وسقوط الكبار أستاذ محمد موجع موجع و و و وله وقعه وله وطأته وليس كأي سقوط. أنا من شوية قبل ما حضرتك تدخل كنت بقول أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية بل الآسيوية من دوري حيث المنتج. الدوري هذا لا يرحم لا صغير ولا كبير. إن لم يعني تبرهن في الميدان أحقيتك الكروية وأفضليتك فأنت في الغالب سوف تدفع الثمن. وأنا أقولها للتاريخ أن الأهلي دفع الثمن باهظا وتاريخيا. هتفضل في ذاكرة كل محبي أهلي جدة عبر التاريخ. ما في شك، هذه ستبقى ذكرى موسومة في ذاكرة الرياضة السعودية والعربية، وسيتحملها الرئيس ماجد النفيعي الذي سوف يحاكمه التاريخ الرياضي إلى الأبد. أنا ذكرتها من قبل وأكررها اليوم أستاذ محمد أن التاريخ الرياضي حكم أو أصدر حكمه في ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي. الوجود في القسم الثاني خلي بالك مش نزهة بل أزمة كبيرة ومردود يعني سيء. الناس فاكرة الهبوط
لكن أعتقد مع تجربة بيتسو موسيماني مع التجربة الجديدة في إدارة أهلي جدة إن شاء الله نشوف أهلي جدة المرة اللي جاية إن شاء الله في دوري الممتاز السعودي. وكل مباراة يخوضها النادي الأهلي هي أشبه بنهائي يعني للفريق الآخر. الآن لاحظ أنه كل فريق الآن بيلعب أمام الأهلي يعرف أن هذه المباراة شاهدها الملايين، يعرف ان هذه المباراه فرصه للظهور، كل لاعب يعرف ان هذه المباراه فرصه للظهور، ظهور تاريخي لاي لاعب. صرح رئيس القناه الناقله بانه يعني ارقامنا خياليه، ارقام مشاهداتنا خياليه بسبب وجود النادي الاهلي في دوري يلو، وهذا ايضا تصريح تاريخي يدل على شعبيه النادي الاهلي في الكره السعوديه. اعتقد ان جماهير هو موسم صعب، وكما ذكرت انت ذكرت تعبير جميل جدا، ليس نزهه، ليس للنزهة هذا أبدا. أعتقد أن بيتسو موسيماني عنده قصة ملهمة مع الأهلي المصري، أتمنى أن تكرر مع الأهلي السعودي الذي يستحق التواجد مع الكبار لأنه ولد كبيرا. الكل يتمنى، وأنا في اعتقادي توقعي أن موسيماني سوف يقاتل قتالا شرسا، يعني لأن المرحلة صعبة. خلي بالك هو برضه هو ذكي، ذكي جدا، ولن يرضى بالفشل. ذكي والاختيار لأهل جدة سعودي رغم أنه هو بعيد عن الممتاز، لكن هو إن شاء الله يعود بأهل جدة ويسطر تاريخ آخر كما سطر مع الأهل المصري. هو قادر أن يفعلها، وهو قادر أن يصعد بالأهلي وأن ينافس به، وهذه هي القصة. أنا أقرأ القصة من عنوانها الآن، فقط بقي على موسيماني أن يكتب تفاصيل هذه القصة. أستاذ عبد العزيز أنت شرفتنا ونورتنا، وأهلا بك دفع عزيز في مصر. شكرا استاذ محمد، شكرا، اشكركم على هذه الدعوه الكريمه. شكرا. من حوار مع اعلامي في المملكه العربيه السعوديه الى نادي من اهم الانديه المصريه وصاحب التاريخ الكبير في القاره الافريقيه، واول نادي فاز ببطوله افريقيه، وايضا من اهم الانديه اللي فازت كمان ببطولات مهمه جدا، هو نادي الاسماعيلي طبعا المصري. كابتن خالد زين او المهندس خالد زين نائب رئيس نادي الاسماعيلي، اهلا بيك في الرمونتادا. اهلا بيك يا كابتن، اهلا وسهلا. طبعا احنا متابعين يعني شغلكم الكبير جدا المهندس الحكومي وحضرتك وكل القائمين في الاسماعيلي، الصفقات الجميله للنادي الاسماعيلي والمدير الفني الجديد، المدير الفني السابق للنادي الاهلي، نتمنى ان يعود الاسماعيلي كما عودنا زي ما قلت كده، اول فريق فاز بالبطوله الافريقيه في مصر، فريق صاحب انجازات كبيره، فريق اي حد كان يروح الاسماعيليه يبقى ضامن بس نرجع بنقطه واحده، ده يبقى انجاز بالنسبه له. طبعا حضرتك اللي بتقوله ده مظبوط 100%. احنا عندنا حالة جميلة في الإسماعيلية، يعني اللعيبة الصفقات اللي احنا جبناها يعني كلها صفقات هائلة، وكمان يعني الحمد لله تم التعاقد بمنتهى الاحترافية، يمكن ما كلفتش النادي في التعاقد يعني إلا مبلغ بسيط جدا، وطبعا مدرب قوي مستر جاريدو يعني تاريخ كبير قوي سواء في أوروبا أو في المنطقة العربية، فالحقيقة في حاجة جميلة موجودة، يا رب تتم على خير ان شاء الله. يعني الاسماعيلي معروف بتاريخه، وان شاء الله يعني عايزينه يرجع، لان ده لصالح الكره المصريه وجود الاسماعيلي يعني في صفته الضلع السهل في الكره المصريه، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يقدرنا ونقدر نرجع نادي الاسماعيلي الامن. باشمهندس خالد، يعني من حرصنا على استقرار نادي الاسماعيلي بنتكلم على فراش شواط، هل الامور حسمت او هناك بعض الامور اللي لسه ما خلصتش؟ هو موقف اللاعب قوي جدا، وهو طبعا عمل كل الاجراءات القانونيه، واعتقد ان يعني ما فيش مشكله خالص، احنا درسنا الموضوع قانونا وان شاء الله يعني مش هيكون في اي مشكله باذن الله، يعني الورق بيقول كده يعني، والقانونيين ادونا الفتوى دي، وان شاء الله ما فيش اي مشكله في معفر الشواط. طيب ازمه ابراهيم حسن في حق الرعايه هتحلوها ازاي؟ أزمة إبراهيم حسن لازالت معلقة في حاجات قانونية شغالة وما فيهاش مشكلة، هي مشكلتنا الوحيدة هي رفع قيد بسبب غرامة لسعة الجزيري. يا فندم؟ مشكلة لسعة الجزيري هي اللي واقفة قيد مش إبراهيم. هي مشكلة طبعا، برضه أنا يعني كويس إن حضرتك فتحت السيرة دي، إحنا طبعا يعني حرصا على النادي الاسماعيلي الكبير بتاريخه وجمهوره العظيم، طبعا في مشكله عندنا مبلغ كبير بسبب اللي هي غرامه دفع الجزيري، طبعا احنا عملنا تيم قوي جدا ومدير فني قوي جدا، يعني ينقصنا بس طبعا التمويل ل
الطيران متلف كبير، وطبعا عايزين نحافظ على لاعبتنا ومدربنا والاستقرار المالي. فنتمنى الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نعمل كده، ونتمنى طبعا يعني فتحنا كثيره برضو ان الشركه الراعيه ان هي يعني هي يعني لازم تبقى عارفه ان النادي الاسماعيلي نادي كبير بجمهور اكيد طبعا، وان احنا نستحق كثالث نادي في الكره المصريه، وهو النادي زي ما حضرتك قلت اخذ بطوله افريقيا، ليه تاريخ كبير وجمهور كبير. فان شاء الله يبقى في عدل في توزيع الايرادات بتاعت البث لحقوق البث. يعني نتمنى ان ده يحصل، يعني لان كل اللي احنا عاملينه ده يعني لقدر الله. الله يكون في عونكم بصراحه، يعني الصفقات والاستقطابات يعني انا عارف مكلفه كتير. يعني هو 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 يعني انا بقول مره تانية، وجود الاسماعيلي في المنافسه بيرفع قيمه الدوري المصري، وبيفيد المنتخب وبيفيد الكره المصريه. يعني نرجو ان ده يتاخد بعين الاعتبار، لان اي هزه للنادي الاسماعيلي هزه للكره المصريه كلها. يعني اتفضل فندم. عايز بس ارجع برضو اكد على السؤال الثاني، هو ممكن السؤال يكون يعدي وسالته خلاص. انا بس عايزين النادي الاسماعيلي زي ما هو ماشي بخطه ثابته في استقطاباته ومدير فني على مستوى مميز، لازم نقف عند فراس شواط ولسعد الجزيري وابراهيم حسن تحلوا الازمه دي. طبعا ده احنا متوقع، يعني طبعا دي من الازمات اللي احنا لازم تتحل. زي ما بقول لحضرتك احنا عاملين كل حاجه كويسه بالظبط، جمهورنا مبسوط، الحاله المعنويه في الاسماعيليه مرتفعه جدا جدا، حاسين ان احنا هنعمل ان شاء الله موسم جميل ولا اروع يعني. لكن ان شاء الله يعني نتمنى ان كل المؤسسات تقف جنب النادي الاسماعيلي في الموقف ده، مش عشان حاجه زياده، لا احنا عايزين حق النادي الاسماعيلي المشروع العادل في ما يستحقه، عشان خاطر نقدر يعني ان شاء الله نوصل للنادي الاسماعيلي بالمكانه اللي يستحقها، وده كله فايده للكره المصريه يعني، وفايده لقيمه الدوري المصري والقيمه التسويقيه للدوري المصري، وعائد البث والرعايه في وجود اكثر من فريق شعبي بينافس على بطوله الدوري لصالح الكره المصريه طبعا. اخر سؤال، الاسماعيلي بعد التعاقدات، بعد المدير الفني الجديد، بعد توفير، نقدر نقول كل ما طلبه جمهور النادي الاسماعيلي، شايف الدوري الجاي الاسماعيلي فين؟ لو في وجود استقرار في النادي الاسماعيلي مادي واداري، اعتقد ان الاسماعيلي هيكون بينافس على الدوري ان شاء الله الموسم الجاي. مهندس خالد زين نائب رئيس نادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا. النادي الاسماعيلي يستحق الكثير والكثير، ونتمنى الاسماعيلي في اللي جاي بعد التعاقد مع جريد وبعد التعاقد مع نجوم كبيره جدا موجوده، يعني يكون للاسماعيلي شكل موفق وشكل احسن من العام الماضي. هستعد عشان اطلع فاصل واستقبل واحد من نجوم كره القدم المصريه، نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك، واحد من احسن ما لعبه في المكان اللي لعب فيه، كابتن الكبير كابتن وائل الاباني، في حوار مهم جدا، ولكن بعد الفاصل. أعزائي مشاهدي قناة المحور وبرنامج ريمونتادا في كل مكان، متواجدين اليوم داخل نادي الأولمبي، أحد أهم وأعرق الأندية في اسكندرية وفي الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نلتقي بنجم كبير، نجم النادي الأهلي والعديد والعديد من الأندية، ونجم منتخب مصر كابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي الأولمبي، والذي هينافس إن شاء الله على الصعود للممتاز. كابتن رمضان، في البداية بقول لك ألف مبروك، والمهمة ثقيلة. أعتقد إن احنا فعلا المهمة صعبة جدا جدا، لأن أنت بتلعب الموسم ده في أصعب موسم دوري ممتاز به من ساعة ما انشئت المسابقة، لأنك أنت النهاردة في فرقة بتصعد تلعب على صعود، وفي أربع فرق بيلعبوا عشان تواجدهم في دوري المحترفين، فالأمور صعبة جدا جدا. لكن احنا الحمد لله باتفاق مع مجلس إدارة النادي الحقيقة في أول التعاقد، إن احنا بيساعدونا إن احنا نعمل فرقة كويسة وبنعمل تكوين كويس، وده اللي احنا وفقنا فيه الحقيقة، لأن أنا بعتبر أهم فترة في الموسم هي فترة إن أنت تعمل تكوين كويس لفرقتك. يعني الحمد لله مجلس إدارة ساعدنا بشكل كبير جدا، طبعا على قد الإمكانيات اللي موجودة، لكن الحمد لله اللعيبة اللي جت كلها لعيبة مميزة جدا جدا، وفي كل مركز بقى عندنا اتنين لعيبة مميزين الحقيقة،
فبقول ان احنا اتفقنا ان احنا بنلعب على تذكرة الصعود ان شاء الله الموسم دوت. واعتقد زي ما قلت لك هو موسم صعب لان في حوالي 6 7 8 فرق كمان في المجموعة، عندنا مجموعة بحري بيلعبوا على تذكرة الصعود، عشان كده المنافسة هتبقى قوية جدا جدا. انا في رأيي ان الثلاث مجموعات يعني بقوة واحدة، يعني انت لو تشوف مجموعة القاهرة السنة دي مثلا في تعاقداتهم الحقيقة، لا دول عاملين ارقام يعني بتقارب لعيبة الدوري الممتاز، يعني عاملين ارقام 2 مليون جنيه ومليون و800 ومليون و500. يعني مجموعه القاهره بالذات كان التعاقدات بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. احنا نفس الحكايه هنا، بس طبعا احنا على قد امكانياتنا لان احنا طبعا بنعتبر نادي شعبي، فاشتغلنا على قد امكانيات النادي، ولكن وفقنا ان احنا نعمل الحقيقه تيم قوي في مجموعتنا. في حوالي قلت لك من 6 ل 8 فرق بيلعبوا على تذكره الصعود الحقيقه، ودي اللي مصعبه الامور، لكن احنا ان شاء الله دايسين وهنشتغل لغايه اخر ثانيه في البطوله ان شاء الله عشان نحقق هدفنا. بشيد بتغطيتك الاعلاميه الكبيره على انديه الدوري الممتاز به، وفعلا انديه الدوري الممتاز به محتاجه التغطيه الاعلاميه، واعتقد حضرتك والريمونتادا المحور الحقيقه بتقوم بتغطيه اعلاميه كبيره جدا، اتمنى لكم كل التوفيق. السنة اللي فاتت انتهى كان عندنا نسبة اعراض كبيرة جدا تخطوا ال 12 لاعب. لما انتهت السنة جينا فوجئنا ان احنا قوامنا الاساسي 6 لاعبين بس، الاعراض كل لاعب خلاص بدا يشوف اتجاهاته فين ومشي وراح اندية تانية، وبالتالي كان لازم علينا ان احنا ندور من 15 ل 20 لاعب. انت بتتكلم في على الاقل 20 لاعب بتدور تجيبهم، والحقيقه قبل اللاعبين كان لازم تستقر على مدرب كويس قوي. جبنا سيره او سي في بتاع لا يقل عن 10 12 مدربين كويسين قوي، والحمد لله استقرينا على الكابتن رمضان السيد، حد جميل ومدرب اسم كبير جدا، واعتقد هو بيشتغل على اسمه وبيشتغل على اسم الاولمبي، وبالتالي جاب صفقات كويسه واحنا كنا معاه، وان شاء الله اتمنى لهم بس كل التوفيق. يعني الموسم الجاي موسم صعب جدا في ظل دوري المحترفين اللي هيتطبق، كل الفرق بتدعم بصوره قويه جدا، الفرق كلها مركزه، ومجموعه بحر مجموعه صعبه جدا. النادي مجلس الاداره والجهاز الفني مركزين، جايبين تدعيمات لعيبه صغيره في السن ولعيبه محترمه، لعيبه عندها هدف ان شاء الله ان السنه دي نصعد بامر الله. في تركيز، في احنا قافلين على الفرقه، والكابتن رمضان والجهاز ومجلس الاداره قافل على الفرقه، مركزين وحاطين طموح قدامنا ان شاء الله بامر الله السنه دي يكون في موسم صعود للنادي الاولمبي. واحنا عارفين ان كل ماتش هيبقى صعب جدا، 3 بونت زي ما بيقولوا بالدم، يعني مش زي السنين اللي فاتت مثلا انت بتلعب، لا كل الفرقه مركزه من اول يوم، مفيش حاجه اسمها لسه الدور الثاني ولسه الماتشات كتير، لا من اول ماتش تعتبر انه نهائي كاس. انا شايف المنافسه هتبقى صعبه جدا في ظل الفرق والتدعيمات اللي عاملينها الفرق. احنا مستعدين من اول الموسم بشكل كويس جدا، يعني معظم الفرقه ناس جديده، مفيش الا 3 4 من الفرقه القديمه، وعاملين ماتشات كويسه، ماتشات وديه، كابتن رمضان عامل لنا ماتشات كويسه، والفرقه منسجمه بشكل كويس مع بعض، وان شاء الله نقدر نعمل اي حاجه للنادي الاولمبي. نادي الاولمبي نادي كبير، وبنلعب على الصعود من اول ما بدانا ان شاء الله. رجعكم تاني بعد الفاصل، وانضمنا نجم من نجوم كرة القدم المصرية، نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك، واحد من أهم المدافعين اللي لعب في مكانه في تاريخ مصر بكل أمانة، يعني كابتن وائل قباني، أهلا بك حبيبي عباس، وبشكرك طبعا. لا أصل أنا خلي بالك بحب اللعب كمان اللي الكورة تطلع من رجله صح حبيبي، أنت وكابتن عماد النحاس وكمان كام حد كده من لا كتير، سامي الشيني وكابتن سامي الشيني وكابتن أشرف قاسم، ألف سلام عليه، ألف سلام، ربنا يطمنا عليه طيب طبعا، ويقوم لنا بالسلامة إن شاء الله. نجم كبير طبعا، برينس، شخصية محترمة جدا جدا وأنا بحبها. يعني أداء لاعب الزمالك النهاردة بعد الفوز على الليكت التشادي 2-0، والله بس الماتش مش مستاهل ان احنا نتكلم على اداء بصراحه. ماشي، يعني يعني عشان برضه في حاجات تانية نتكلم فيها، يعني ماتش مستوى
متوسط جدا جدا. وهذه الفرقة الأفريقية اللي بتجيبنا وده زي ما قلت أنت يعني النتيجة اللي هناك 2-0 بالظبط. مستوى الفرقة اللي أنت بتلعبها هو اللي خلى المباراة بالشكل ده. يعني أنت بتلعبش حد، حتى الحاجات اللي عملها مستر فيريرا مقبولة، كل الحاجات اللي عملها بالنسبة للتشكيل وبالنسبة للأماكن مقبولة، لأن هو الماتش مضمون. خلينا نتكلم بصراحة إن الماتش مضمون، ما فيهوش أي صعوبة. بتلعب فرقة ضعيفة المستوى، يعني أنت حتى لما تيجي تبص على الإحصائيات يا عباس يعني استحواذ 73% خلاص كتير يعني قوي. 793 تمريرة قصاد 200 وشوية تمريرة، التانيين بتفرق 13 ركنية لنادي الزمالك 18 تسديدة قصاد واحدة. يعني بتتكلم في يعني أنت بتلعب يعني عارف انت ناس عايز تتمرن عليها، يعني مع احترامي طبعا للفريق شادي بس هو ده المستوى. يعني دور ال 64 ده دايما بيبقى دور انا بحس انه باهت، مش نادي الزمالك يلعب في دور ال 64 دور التمهيدي ده. يعني رساله بقى للاتحاد الافريقي، انا معاك يعني تماما في صعبه جدا طبعا. نادي الزمالك باسمه وفريق كمان ايه ملوش ملعب راح لعب في في في, في الكاميرون يعني باسمه وحجمه ده ما يلعبش في دور ال 64. نادي الزمالك نادي كبير سواء افريقيا او عربيا او محليا يعني كل حاجه، ما لعبش دور ال 64 يعني. طب الاحصائيات معانا اهي زي ما انت قلت استحواذ 73 27% 993 251 717 192 تمريرات صحيحه تسديدات 18 ل1 مفيش 4 مفيش مقارنه خالص 13 مفيش مقارنه. بس لازم نعرف ان مش عايزين نتخدع بقى يعني. حلو، هو ده السؤال اللي كنت هاجي لك فيه بعد. لا ما انا عارف انت عايز ايه فانا جاي لك. اللي جاي بقى يعني انت شايف الزمالك قادر بعد خروجه من بطولتين قبل كده، ده اللي خلاه لعب في الدور 64 خلي بالك. انا عارف يعني شايف اللي جاي بعد فوز بطولتين دوري عام ورا بعض وكاس مصر ومرشح للكاس اللي هو 22 شايف ان الزمالك قادر انه يوصل لادوار النهائيه؟ الامور مش سهله والامور صعبه. ليه مش عايزين نتخدع؟ مش سهل ليه؟ مش هقول لك مش عايزين ونحلها ازاي. مش عايزين نتخدع ان الزمالك كسب المباراه سهله رايح جاي. احنا خلاص طفينا دي خلاص قفلنا عليها خلاص. ما احنا هنقول ما احنا لازم نجيبها من هنا. تمام خد بالك، لان ساعات نتخدع في الادوار التمهيديه وبعد كده تيجي في الادوار المهمه تخسر، وده حصل قبل كده. فانت النهارده بالتيم اللي انا شفته بالاداء اللي انا شفته باللعيبه اللي موجوده لا الامور ما تكملش، لازم يبقى في صفقات ولازم الغيابات ترجع ولازم يبقى في فكر تاني ان انت بتلعب على بطوله، فمحتاج تدعيمات بشكل كويس، محتاج انك تلحق نفسك تشتغل بشكل كويس. يعني النهارده لو انت بتلعب فريق كويس ما تلعبش بالتشكيله دي. طب لو هتيجي تلعب بالتشكيله دي ما تلعبش بنفس السيستم اللي انت لعبت بيه، ده من وجهه نظري. يعني النهارده انت عشان تحط مثلا محمد عبشافي وعبد الله جمعه مع بعض الاثنين، لا وخد بالك بقى ان عبد الله جمعه مش قدام عبشافي، ده عبشافي اللي قدام عبد الله جمعه او في نص الملعب. انك انت تحط العكس طبعا ان انت تحط شيكابالا وزيزو الاثنين قدام وبعدين ما تحسش ان هم اصلا فيهم حد فيرود وتلعب من غير فيرود، فدي لو بتلعب فرقه كويسه برده مش هتبقى حلوه. يعني انت النهارده الناحيه الهجوميه بتاعتك ما كانتش موجوده لان انت بتلعبش فيرود ما بتلعبش بطرس في حاجه كده. انت لما بتيجي تلعب في ظروف يعني صعبه شويه لازم نحط على الاقل اماكن معقوله او تحل حلول تانية مختلفه. يعني انت لو بتكلمني انا وجهه نظري هلاعب عبد الشافي باك ليفت، هلاعب عبد الغني مساك، الوينش مساك، محمد طارق باك رايت، تمام، هلاعب سيف جعفر في نص الملعب مع اشرف روقه، هلاعب يوسف اسامه نبيه ناحيه الشمال، هلاعب عبد الله جمعه ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال على رجل عكسيه، تمام، هلاعب شيكابالا 10، هلاعب يوسف اوباما راس حربه ورايح زيزو لان انت عارف ان الماتش برضه مش مقلق، تمام. فانت النهارده حتى لو عايز تلعب بالتشكيله دي، بص انا قلت لك نفس التشكيله بس طلعت واحد بس اللي هو طلعت زيزو تمام بره وطلعت سيد نيمار كمان بره. طيب تمام، فانت النهارده ممكن تلعب بالتشكيله دي لكن تلعب بكل واحد في مكانه عشان حتى الاقي الشق الهجومي كويس، لان حتى كل الناس لما اتفرجت على المباراه تحس انها مباراه باهته. يعني فرقه سهله لكن الناس اللي بتلعب دي يعني لازم يكون يعني يكملوا مع المنتخب رغم ان هم الاثنين اللي جابوا جوان النهارده. يكملوا مع المنتخب، يكملوا مع المنتخب كنت معاك كده. الماتش ما انا قلت لك الماتش مش صعب، اي حد كان هيلعب في نادي الزمالك يكسب. طيب وهو بالطريقه دي اذا كان انت بالطريقه دي
اللي هي اصلا انا مش فاهم مين بيلعب فين ومين يعني مكانه فين، او حتى في الملعب انت تحس حتى ما تعرفش كابالا بيلعب فين ولا زيزو بيلعب فين ولا عبد الشافي بيلعب فين، لان عبد الشافي خد بالك ما كانش بيلعب قدام عبد الله جمعه بالشكل اللي انت شايفه متطرف ده، كان بيخش في نص الملعب ساعات، زيزو كان بينزل لتحت ساعات، شيكابالا كان بينزل لتحت ساعات، تمام؟ فكان مسهل حتى الدنيا. يعني انت النهارده فرقه زي دي مستوى قليل جدا، انت جايب جون في الدقيقه تقريبا الاولاني في الدقيقه 72 تمام متأخر. من ضرب الجزاء، ولو بتكلمني هي مش ضرب الجزاء أو أنا صريح الجزاء. أنا صريح من وجهة نظري تمام، عشان الناس بس إيه من وجهة نظري مش ضرب الجزاء، فهي فتحت شوية الجيم تمام، لكن بتتكلم في هدف في الدقيقة 72 مفيش فرص محققة. سيبك برضو من الكلام، عايز أرجع معاك سيبك من الكلام اللي بيتقال إن في فرصتين ثلاثة في الشوط الأولاني، بالنسبة لي أنا فرص محققة يعني مثلا حارس المرمى شال واحدة صعبة انت فاهمني، في واحده سهله تخش، مفيش يعني مفيش حاجه انت رحت بيها تقول ان دي فرصه محققه، فانا ما بعتبرهاش فرص. طيب يعني الشكل حتى بتاعت شيكابالا اللي هي الشوطه اللي يقول لك فرصه، لا دي قلشه من الراجل هوب طبت لا قدامه لعبها برجله. طيب في حاجات كده بالشكل ده وبالصفقات اللي جت ايه اللي ناقص عشان برجع تجاوبني على السؤال اللي سالته وصول الزمالك لأدوار النهائية؟ هقول لك نادي الزمالك لو كمل بنفس السيستم بتاع الموسم الماضي يكمل ايه بقى موجود إيه بقى؟ على فكرة لا ما انا اقول لك ما لا لا ما هو لازم السيستم يكمل لنهايه الموسم لان انت عارف نادي الزمالك كل ما بيستقر كل ما بتلاقي فيه ايه حاجات كده بتنخرب جوه يا اما في الاداره ماشي بس احنا بتكلم دلوقتي بص تمام. الموسم اللي فات لما كان فيه استقرار كان فيه لنهايه الموسم ولا كان فيه عراقيل؟ لا لنهايه الموسم بس عشان كده عمل ايه تتمنى ده طبعا عشان كده خد دوري. وانا قلت ايه اداره بتشتغل اداريا فقط، جهاز فني بيشتغل فني فقط، لعيبه ملتزمه داخل الملعب فقط، فبقت المنظومه مكتمله داخل الملعب، مفيش حد خارج على النص، كل واحد بيشوف شغله تمام، مفيش حد بيتمرد من لعيبه تمام، مفيش اي مشاكل، في استقرار بعد في الاداره عن الكره كان طبعًا. يعني بصراحه كانت حاجه مميزه الصلاحيات كلها المستر فيريرا والجهاز الفني بالظبط، وده ما كانش بيحصل قبل كده من فترات طويله واحنا عارفين وانت عارف، ولما كان بيحصل لفتره 3 4 ماتشات كنت تبص لها ايه لعيبه نادي الزمالك تتمرد بسبب المستحقات الماليه، اللعيبه مش عايزه تنزل ملعب، اللعيب مش عايز يجدد تمام، وبعدين نتحايل عليه عشان يجدد، لا بص حتى الاداره عملت ايه، اللعيب اللي عايز يجدد اهلا وسهلا، مش عايز يجدد اتفضل اطلع بس برضه. بامانه برضو عشان ندي كل واحد حقه، مجلس الاداره وامير مرتضى عاملين شغل كويس، ما لسه بقول لك ده اللي نتمنى اللي جاي. طيب ما لسه بقول لك اهو، شوف انا بقول لك ايه بقول لك حتى مجلس الاداره عمل ايه، لعيب عايز تجدد اهلا وسهلا، طيب مش عايز تجدد تمام خلاص انت خارج النادي، خارج حسابات النادي. ده ما كانش بيحصل لو تفتكر مع فرجاني ساسي، بص العمليه كانت عامله ازاي، لا هيجدد لا مش هيجدد، لا نقعد نتفاوض، لا انا عايز، لا انت ما معناش، لا انت مش عارف ايه، لا انت النهارده الاداره عملت ايه، عايز تيشيرت نادي الزمالك اهلا وسهلا، مش عايز تيشيرت الزمالك اتفضل اطلع بره. ايه النصيحه اللي توجهها للاعيبه نادي الزمالك عشان يكملوا دوريين ورا بعض وكاس مصر؟ عدم الغرور بمعنى، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لازم يكون عندك ثقافه داخل الملعب، يعني كل ما ربنا يديك وتستقر ويبقى انت ملتزم تحافظ اكتر والناس تتكلم عليك بشكل كويس، ما تخرجش بره النص، يعني ما تخرجش بره بقى اللاين، لان عندنا مشكله هنا اللعيب المصري لما بتتكلم عليه بشكل كويس وبعدين يروح المنتخب وبعدين يتألق و و تلاقي بقى ايه الدنيا تلعب في دماغه، مش عايز حد يكلمه، لما تيجي توجهه تبص تلاقي ايه خارج على النص، لو خرجته في ماتش مثلا تبص تلاقيه متنرفز ومش عاجبه، فيبدا ايه هنا السلوك يحصل ايه، يحصل فيه مشاكل، فيحصل تاتشات بين اللعيب وبين الاداره والجهاز الفني، فلما اللعيب بيتغر بلغه الكوره تمام مش هيقدم نفس الصوره. طيب اللي بعد ده حصل، وده حصل كتير جدا مع لعيبه جامده جدا، مش عايز اذكر لك طبعا يعني عشان اذكر لكن الزمالك لبى كل طلباته وعوض غياب طبعا بن شرقي، الصفقات اللي جايه ما في صفقات في اماكن تعوض بن شرقي، بس انا ما بحبش اقول مين يعوض ومين ما يعوضش الا لما اشوف داخل الملعب على ارض الواقع. يعني الصفقات كويسه كويسه، طب انا شفت داخل الملعب؟ لا ما شفتش داخل الملعب. هقول لك عباس مثلا ايه، انت النهارده ساعات بتسمع على نجم كبير محلي مثلا في النادي بتاعه كان متالق صح، لما بيجي نادي الزمالك او نادي الاهلي مش نادي الزمالك بس ساعات ما بيستحملش الضغط، فالاداء اللي كان بيأديه في ناديه مش هو الاداء اللي احنا
بنشوفه في نادي الزمالك ونادي الاهلي، لانه ما بيستحملش ضغط لا اعلامي ولا جمهوري ولا ضغط البطولات، لان انت بتجيب لعيب ما كانش بيلعب على بطوله. طب احنا معانا التعاقدات نادي الزمالك او الاحصائيه، في احصائيه اللي فيها تعاقد نادي الزمالك مع مين هنعرضها وهتشوفها، وايه اللي محتاجه نادي الزمالك المراكز عشان يكمل المسيره اللي انت قلت عليها، تمام، عشان نعمل نقله بقى على المنتخب. قول لي اقول لك اللي جاي. احنا هو المفروض نادي الزمالك تعاقد مع 6 صفقات تقريبا، اخرهم زناري، تمام. طبعا طيب، هو انا سيبك بقى من 6 صفقات، انا اعتبر يعني هكمل، يعني انا عايز لما جيت اتكلم حارس مرمى خلاص تعاقد معاه، محمد صبحي رجع، مساك خلاص تعاقد معاه، تمام. عايز واحد مكان بن شرقي زي محلي ولا افريقي ايا كان، ايا كان لك، المهم يكون لعيب كويس يعوض بن شرقي. عايز 2 ديفندرات مش واحد، 2 ديفندرات بالنسبه لي انا، تمام. عايز خلاص انت جبت عمر جابر، كنت عايز باك رايت، عايز رقم 10، عايز 2 راس حرب ده من 9 ل10 لعيب بالظبط. دول يرضوا طموحات نادي الزمالك عشان يكمل الاستقرار اللي ماشي، ومش اي 10 صفقات اكيد، لازم 10 صفقات يكون سوبر، لان احنا لما نيجي نتكلم ما نتخدعش ان احنا خدنا دوري، خد بالك، لان انت خدت دوري في ظروف يعني انت بطل، انت بطل في الظروف دي، ولازم تعرف ان انت دفعت بمجموعه شباب والناس اللي ما كانتش بتلعب، لكن ممكن مع الاستمراريه ان كل فرقه هتعدل اوضاعها ممكن تكون الامور صعبه. وخلينا متفقين ان اللمه اللي عملوها نادي الزمالك والحب اللي كان في نادي الزمالك، تمام، هو ده اللي اداهم الدوري، لان في ماتشات كتيره جدا كان نادي الزمالك موفق فيها بشكل كبير. الجمهور برضو كان مساند قوي جدا، لا الجمهور أمان. ده الجمهور ده بص مهما الزمالك في الاستاد، بص 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 بصراحة. الجمهور مهما نتكلم عليه مش هنديله حقه، انا بكلمك بصراحه، لان الجمهور نادي الزمالك بالذات في العالم كله، تمام، يعني بيستحمل فرقته بشكل غير طبيعي، سواء بياخد بطوله او ما بياخدش بطوله. شوف بقى انا بقول لك ايه، فالجمهور ده شيله على جنب، ده لا يقارن باي حاجه، ده نمره واحد عندنا. انا بكلمك بقى في الحاجات الثانيه، الحب اللي احنا شفناه في نادي الزمالك، اللمه اللي شفناها في نادي الزمالك، ده كان بعيد، ده خد بالك ادى التوفيق لنادي الزمالك في ماتشات كتير، مش ماتشات قليله. واحنا شفنا قبل كده في ماتشات كان نادي الزمالك ما يكسبهاش، ورغم ذلك تحس ان ربنا كده عايز يديها لك، بتكسب ماتشات كتير. وشفنا عواد وتألق عواد، وده بنسبة 80-90% عواد كان سبب رئيسي، عواد وما أسير حول محمد عواد وعدم كده. بتدخلنا كمل بس الحتة بتاعتي، وأنا عارف إن عواد والمنتخب عارف إنك هتيجي على عواد والمنتخب، بس خلينا كمل حتة نادي الزمالك ليه خد البطولة، بس عشان الناس ما تتخدعش. أنت لما بتيجي تاخد بطولة بتاخدها أداء ونتيجة وتفوق وكل حاجة، صح؟ خلينا متفقين كان فيه توفيق بنسبة 70%، واللي ادى التوفيق انا قلت لك اللمه والحب واوضه اللبس وشيكابالا والدور اللي عامله والاداره والدور اللي عامله ومستر فيريرا برضه والدور اللي عامله، تحس ان هي منظومه واحده، مش خارج، مفيش حد خارج عنها، فتحس ان انت ربنا عايز يديها لك. وكنت بتكسب في اوقات غريبه، وكان ممكن يجي الدقيقه 90 وانت برضه مش قلقان وتجيب هدف، وممكن يجي عليك فرصه هتخش جون وما بتخشش جون، فده وده على فكره كان بيحصل في النادي الاهلي لو تفتكر. نادي الاهلي لو تفتكر كان اوقات كتيره جدا كان بيكسب في الدقيقه 95، وانت عارف ده اتعكس، خد بالك ده اتعكس، ده بقى عند نادي الزمالك حقه. ما بقاش عند النادي الاهلي حقه طبعا طبعا، وده ما يمنعش ان هو اجتهد واشتغل، عشان الناس بس ما تفكرش، لا اجتهد واشتغل. النادي الاهلي ما كانش عنده التوفيق ولا كان عنده الحته دي خالص، وحتى الدقيقه 95 وال90 والكلام ده راحت وعدم التوفيق. فانت برضه ربنا بيدي لمين؟ للمجتهد واللي هو عايز واللي هو قافل على نفسه بشكل كويس، تمام. طيب هنكمل ازاي بقى، لان التكملة دي مش سهلة، ان احنا نستمر على هذا الاداء ونستمر في التدعيم بقى، لازم نجيب صفقات كويسة عشان يبقى عندنا حتى البديل، لان انت عارف الدوري هيبقى كل 3 ايام ماتش، فانت محتاج البديل يبقى زي اللي بيلعب، مش عايز اسميه بديل واساسي، يعني احتياطي واساسي، انا عايز اسمي ايه، ان اللعيبه كلها متقاربه، كل مركز 2 جاهزين على الاقل متقاربه، يعني ده مثلا 80% يبقى ده 70%، ده 90% يبقى ده 80، يبقى عشان حتى لما تلعب باي حد او يبقى انت عندك ضغط ماتشات وتعمل روتيشن يبقى انت مش قلقان. فدي نقطه مهمه جدا مع الاستقرار اللي قلت لك عليه، ان ما يبقاش فيه في وسط الموسم اي مشاكل،
ده اللي هيخلي نادي الزمالك ياخد افريقيا واخد دوري واخد كاس كمان على فكره. بالنسبه بقى لعواد لو عايز ترجع لعواد، لا قبل عواد رقصك واحده برضه على السطح كده زي ما رقصتني. جماهير الزمالك حالا بقى عندها قناعه كبيره ان الزمالك بيحقق الفوز حتى لو دقيقه 96 او 95 ولا يعني دقيقه 100 كمان. ما ده عشان ده بقى باللي انت قلت عليه الثقافه الجديده اللي ادها انطباع الترابط بين مجلس واللاعبين والروح الجديده اللي قلتها طبعا، وده اللي ادى ثقه بين اللعيبه والجمهور. صح، الجمهور ما كانش عنده ثقه في اوقات كتيره جدا من قبل كده، لكن دلوقتي اللي عملوه نادي الزمالك والحل اللي عملها نادي الزمالك السنه اللي فاتت ده اللي خلى فيه ثقه بين الجمهور وبين اللعيبه. يعني الاول كان الجمهور بيضغط اللعيبه لو المكسب اتاخر، دلوقتي الجمهور لا، هو قاعد بيشجع في اي وقت حاسس انه هيجيب هدف ويكسب، زي ما كانت جماهير الاهلي قبل كده قبل كده، ودي حقيقه. تمام، فانت النهارده احنا نقلنا ثقافه تانية خالص، وده كويس جدا. وده اللي احنا كنا محتاجينه من زمان. ما هو نادي الزمالك، انت فكر نادي الزمالك على مر العصور كان ناقصه لعيبه؟ لا 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 لا، طول عمر نادي الزمالك عنده لعيبه، لكن طول عمر نادي الزمالك ما عندوش الاستقرار، ما عندوش حلقه الوصل بين الجمهور وبين اللعيبه، ما عندوش حلقه الوصل بين الجمهور وبين الاداره، وده الموجود دلوقتي. فكل ده لما اتعمل خلاص نفسيا حتى الجمهور هدي، اللعيبه خدت ثقه، جهاز الفني خد ثقه، الاداره خدت ثقه، فكل ده منظومه بقت واحده مش كل واحد في حته، فعشان كده الثقه دي خلاص اتاخدت. اللي بعده بالنسبه لمحمد عواد، عشان هطلع فاصل قول لي لغز محمد عواد، انا مش فاهم ليه ما راحش منتخب مصر، وانا بقول لك وجهه نظري الشخصيه اللي هي قد كده، محمد عواد في الفتره اللي كان بيلعب فيها نمبر 1 احسن من الثلاثه اللي موجودين. طب ما اتاخدش ليه؟ الاجابه عند فيكتوريا مش عندنا. بعد الفاصل مازلنا مستمرين مع نجمنا الكبير صاحب الصواريخ القويه والاباني. رجعكم تاني بعد الفاصل وما زال مستمر معانا نجمنا الكبير كابتن وائل الأباني اللي هسأله عن منتخبنا الوطني وديتي كل من النيجر وليبيريا. المباراة الأولى فزنا على النيجر بثلاث أهداف. شايف القائمة في البداية هي القائمة الأنسب؟ شايف إن المردود من المباراة الأولى نقدر نقول إلى حد ما يرضي طموحات جماهير مصر والمدير الفني؟ لا ما يرضيش، بس في 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 تغير، يعني في أداء أفضل عما كان كبداية. كويس، احنا لازم نعرف ان ده كبدايه، لان خد بالك برضو يعني مدير فني لسه شغال، يعني ما بقالوش ده اول مباراه والفتره اللي هو اشتغلها بسيطه جدا، فمش عايزين نقول ايه لا ده هو طلع مره واحده ان احنا عايزين اداء عالمي، لا، لكن في تغيير، في شكل، في سرعه في الاداء، في تحسن في الاداء، في شويه حاجات ممكن نتكلم عليها او ملاحظات، لكن ده ما يمنعش ان الاداء افضل من مكان. الاختيارات اختيارات برضو جيده. جيده، لو قفنا عند لعب محمود حماده، لعيب كويس ممتاز. طبعا لعيب كويس، راجل قال 28 سنه، وازاي اول مره يلعب دولي؟ لا مش ازاي، دي بقى دي وجهات نظر، خد بالك كل مدير ده فني بيدل ان الراجل بيتفرج على كل الناس بدون تحيز. طبعا الراجل لف وشاف وتابع. طبعا يعني ده لف على الانديه كلها والماتشات وتابع وراح الانديه وزار الانديه، خد بالك، واتكلم مع المديرين الفنيين، وده دوره على فكره. طبعا يعني اشتغل بشكل كويس، لان انت النهارده اول مره انت تجيب مدير فني اصلا تمضي معاه 4 سنين، لان انت بتتكلم على المدى البعيد، معنى ان انت مضيت مع مدير فني 4 سنين، فانت بتتكلم على خطه شغال عليها. طول ما انت شغال على المدى البعيد الناس لازم تتقل شويه، لان المدى البعيد غير الحته بحته، عشان الناس هنا مشكلتها ايه؟ بتستعجل، وبعدين الناس هنا تقول لك ايه اصل النيجر منتخب ضعيف. طب ما احنا كنا بنلعب مع الضعيف وشكلنا كان وحش، كنا بنلعب الضعيف ساعات ما بنكسبش، وكنا بنلعب مع الضعيف كان الاداء باهت، وانت كنت بتتكلم وتقول ازاي احنا الاداء. طب انت النهارده بتلعب مع الضعيف فبتدوس عليه، بتحس ان في حاجه بتتعمل، في سرعه في الاداء، انت فاهمني، في لعيبه موجودة في المنتخب ما كانتش موجودة أدت بشكل كويس زي محمد حمدي وزي محمود حمادة. تمام، فالنهاردة يبقى ده شغل. طب هل أنت عايز الشغل ده ونبدأ بالاتنين دول تحديدا كمان كبداية؟ طبعا يبقى طبعا، فأنت عايز الشغل ده يبان من أول ماتش. هي القصة عندنا مشكلة، احنا عايزين ايه نطلع زي ما أنت عارف بقى، نقول أي هبد، أنا آسف في الكلمة عشان هوب الكلمة تسمع،
فيقول لك ايه اه ده بص مش لا مش ناقصه بقى هي هي مش كده بالظبط. انت طيب. النهارده لما بيبقى في حاجه مش كويسه بنقول انها مش كويسه, ولما تقول مش كويسه لازم تقول ليه؟ باداء فني بالظبط. يعني حتى اقنعني في يعني حتى انا اقنعني. لما اجي اكلمك على الاداء الفني الشوط الاولاني اداء كويس استحواذ كويس اه في عقم هجومي شويه, لكن ده ليه اسباب. ايه اسبابه؟ ان انت لعيبه زيزو مش عارف انا بيلعب ايه, بيلعب 10 ولا بيلعب ايه. زيزو لما بيلعب بيلعب ناحيه اليمين, طب مين ناحيه اليمين؟ محمد صلاح. فمين قافل عليه؟ محمد صلاح. فانت النهارده مشكله. طب محمد صلاح لما كنت انت قافل عليه كان ساعات زيزو بيخرج فبتخلي محمد صلاح يخش جوه, محمد صلاح برده مش بتاع دخول جوه. فانت الحته دي كان فيها مشكله شويه. طب المشكله الثانيه ان عمر مرموش ما كانش في حاله ما كانش في حالته. طب مرموش ولا تريزيجيه كان لا انا لو بتكلمني تريزيجيه تريزيجيه افضل على فكره. ده تاني رايي بعد ايهاب المصري او حد. تريزيجيه اصلا ليه مميزات كبيره جدا. سريع, بيلعب على الجون على طول, تمام, بيتحرك بشكل كويس ايجابيا اكتر من مرموش, تمام. فده وجهه نظري. فانت النهارده لما يكون مرموش مش في حالته, تمام, ومحمد صلاح وزيزو الاثنين اختفوا بسبب ان هما الاثنين في حته واحده, مفيش رقم 10 اللي هو حلقه الوصل بين بتوع نص الملعب وبين الثلاثه اللي قدام, فده وكمان قافل على عمر جابر لان برضو زيزو كان بيقفل على عمر جابر كده. اقول لك ايه, حاجه فنيه من وجهه نظري اللي هي بسيطه اللي انا لسه قد كده في الكوره, بس ايه ما بقولكش بقى. مرموش قبل كده كان بيلعب راس حربه, شايف انه رجع تاني المركز ده ولا مش هيبقى عنده فرصه مع مصطفى محمد؟ لا مصطفى محمد لا هو الافضل طبعا بالظبط. لا بس عايز اقول لك على حاجه, مرموش لعيب كويس اه بس لحد دلوقتي ما اداش للمنتخب, وانا اتكلمت قبل كده على فكره. مشكلتنا اول ماتش لعبه مرموش جاب جون عالمي لو تفتكر, اللي هي الشوطه اللي كسبنا ليبيا, ماتش ليبيا في جنوب العرب, وكانت الكوره دي الوحيده اللي عملها في الماتش. وانا قلت يا جماعه اصبروا, اه لعيب كويس ومحترف, الماتش التاني برضه في ليبيا عمل اداء ولا اروع, اصبروا. بس من وجهه نظري ما اداش لمنتخب مصر اللي احنا مستنينه منه. طيب زيزو هرجع لك تاني في سؤال برضو من ضمن الاسئله المكتوبه, زيزو توظف فين في قصه محمد صلاح وجود محمد صلاح معاه في المنتخب؟ استفيد من نجم كبير احسن لاعب كره في مصر السنه دي. لا مش هيعرف يتوظف. يعني خسره؟ لا عايزين, لا عايزين نخسره ولا عايزين نخسر لا محمد؟ لا مفيش حاجه اسمها تخسره. بص يا عباس, طب ماشي لو انت مدير فني هتعمل ايه؟ بص عشان بس تبقى عارف, راجل زملكاوي والناس ممكن تستغرب, لكن انت النهارده لما يكون عندك اثنين في نفس المكان محمد صلاح وزيزو تلعب مين؟ محمد صلاح. طب لو زيزو حطيته في حته تانية تمام مش مكانه وما قداش تخلص عليه, طيب هل المنتخب في حاجه ان هو يوظف زيزو في حته تانية على اساس ان هو ما عندوش لعيبه تانية؟ يعني انا لو حبيت احط زيزو ده 10 تمام وهو ما بيعرفش يلعب 10 وانا عندي 10 في المنتخب كويس عشان زيزو لعيب كويس لازم العبه؟ لا. طيب ممكن يبقى دي الكفء. اه طبعا ده برضه حل طبعا, او هيبقى بس برضه هقول لك حتى لو جينا نقول هيلعب ناحيه الشمال, لا ما يلعبش ناحيه الشمال لان في عمر مرموش ما لعبش 8 وفي تريزيجيه 8. لو لعب 8 ما ينفعش الاثنين دول يلعبوا, يعني محمود حماده وطارق حامد. لا ده ما فيش غنى عنهم. لا ما انت بتكلمني انا, بص لا احنا انا بتكلم ككوره, اه بنتناقش ما دول انت دول في الناحيه الدفاعيه. بص بص 8 ليها مواصفات معينه, خد بالك ما ينفعش تلعب باثنين ديفندرين تمام وتلعب واحد 8 يعرف يلعب 8 مع اثنين ديفندرين. طب هو لعب محمود حماده وطارق حامد ليه؟ دي برضه رايك فني. لان هو ما هو بيلعب باثنين, ما هو بيلعب باثنين, ما هو بيلعب باربعه 2 3 1 فهو بيلعب بديفندرين, وما كانش بيلعب بثلاثه. لو يا اما لو كان بيلعب بثلاثه اللي كان مبوظ الدنيا ان هو بيلعب بثلاثه, لان زيزو محمود حماده انه يثبت وجوده مع اول فرقه. هو قال في المؤتمر الصحفي قال ان محمود حماده جنب طارق حامد اداني دفاعيا وهجوميا وكان له يعني شكل كويس في المباراه. بس اسمها ايه؟ اثنين ديفندر. خد بالك لان الاثنين الديفندر عباس الاثنين ما يبقوش شبه بعض. يعني لازم واحد يكون مجهوده كويس قوي, بيقطع كويس قوي, بيفسد هجمات كويس قوي, بيغطي على الناس كويس قوي, وواحد في نفس الوقت عنده ناحيه دفاعيه كويسه بس كورته افضل بكتير, زي ما احنا شفنا قبل كده طارق حامد وفرجاني ساسي. ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب. الاثنين مش زي بعض. انت اكتر واحد ده معلم لعيب كوره وده معلم في حته القطع وحته الضغط وحته افساد الهجمه, فالاثنين لو شبه بعض يبوظوا لك اللعب. فانت لما تيجي تلعب باثنين ديفندرات لازم تحط 10. طب لو حطينا السلية 8 تاني يرجع تاني يسد المكان ده؟
مش هينفع برضه مع الاثنين دول. ما هو ده كان مبوظ منتخب مصر قبل كده لما كنا بنلعب بثلاثه. طريقه اللعب مش السلاي يعني، بس طريقه اللعب كانت طريقه اللعب. انا ما بتكلمش على اللعيب، لا عشان الناس تفهمش غلط. لا السلاي لعيب كبير، حمدي فتحي لعيب كبير، محمود حماده لعيب كبير، طارق حامد، زيزو. طب شايف الانسب اللي جاي، لكن احنا لازم مش عشان نلعب الناس دي عشان لعيبه كويسه، لا عشان نتحقق المصلحه العامه، نبقى مبوظ الطريقه اللي احنا هنلعب بيها. لان خد بالك ثلاثه في نص الملعب دي ليها متطلبات، ليها مثلا واحد زي طارق حامد تمام. لو انت مدير فني، ما انا بس هكمل بس عشان الناس تفهم. طارق حامد ستة، ويبقى في 2 8 يعرفوا يلعبوا 8 في التحركات. مين؟ خد بالك انت فاهمني مين. سمي لو انت مدير فني، انا برده باخد من رايك. ما عندناش حد هنا ان انت تلعب بالطريقه دي، لا مش بالنسبه لي انا، مش هتبقى كويس. ما عنديش 2 8 يشتغلوا بشكل كويس. ولا موجود في الدوري؟ لا موجود في الدوري بقى، ما دي حاجه تانية. ما ممكن يبقى موجود في الدوري بس مش دولي، ما لعبش دولي. لا طب ايه الطريقه اللي ممكن تبقى الانسب لمصر انك تلعب تاني وداخل الماتش اللي جاي؟ هي الطريقه، بص انا لو بيتكلمني وجهه نظري، انا بحب طريقه 4-2-3-1. 4-2-3-1 بس التنفيذ بقى هو المهم. التنفيذ هو المهم، لان خد بالك 4-2-3-1 رقم 10 ده اللي احنا بنتكلم عليه تحت الفيرود، ده اهم لعيب عندي انا بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان ده زي ما قلت لك حلقه الوصل بينه وبين الثلاثه اللي قدام، وحلقه الوصل اللي بينه وبين الناس اللي في نص الملعب. وهو في حاجه اسمها انا بسميها كده منطقه محرمه، بتبقى صعب انك تمسكها، اللي هي قدام الاثنين المساكين تمام، واللي هي في ظهر الديفندرات بتاع الخصم. فلو واحد بيتحرك فيها بشكل كويس زي عبد الله السعيد كده، لسه خدتها من طرف السيد، تحس بقى ما تسيبني اقول حاجه. انا فاهمك، تسيبني اقول حاجه، والله فاهمك يا عباس. فالنهارده هو احمد فاروق بصراحه اللي قال لي يعني عبد الله السعيد كان بيلعب 10 وبعد قفشه في الفتره الاخيره، وقفشه لما بيلعب 10 بس ما بيتطرفش قوي اسمها قوي تمام، يبقى كويس يعني. لكن قفشه مشكلته ان بينزل كتير قوي وبيتطرف قوي، فبيخليها مش 10. عبد الله السعيد كان ينفعنا في الماتشات زي دي؟ عبد الله السعيد كان يرجع تاني لتشكيله المنتخب بشكل كويس؟ هو الانس، هو الوحيد يعني. احنا برضو ما لقيناش، بص هم ثلاثه بالترتيب كده، عبد الله السعيد تمام نمره واحد، بس انت عارف برضو مش يعني السن، لازم برضو تتحسب دي تمام. محمد ابراهيم لاعب كبير برضو، صالح جمعه لو هو كان ملتزم، صالح جمعه ده عنده امكانيات رهيبه طبعا. هو كان ملتزم لعيب طيب. كويس قوي، يعرف يوصلك للجون بشكل انت كويس. اكتر واحد اتكلمت على قاعده الناشئين، ولازم نبدا من تحت في مكالمات معايا طبعا طبعا طبعا. شايف منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي ممكن دول يبقوا يعني النواه القادمه ان احنا نعمل فريق كويس؟ لا في وشي كده على طول. ايوه طبعا، عشان دول كبروا خلاص. انا ما بتكلمش على قاعده الناشئين اللي هو 23 سنه، انا بتكلم على قاعده الناشئين اللي هو 12 و13 سنه. 23 الاولمبي الشباب. ما انت جبت الاثنين بقى. انا قلت بقى، انا قلت دول الاولمبي يعني. 19 سنه تمام، 19 يعني 19 سنه ده ممكن شويه نلحقه. طب والولاد الصغيرين تمام، طب تلحقوا ازاي بقى؟ لازم تهتم بيه كويس قوي، خد بالك. ولازم الناس المدربين حتى في الانديه تهتم بشكل كويس وتعلم الولاد بشكل كويس، لان ده مهم جدا. ده ما بيحصلش. ارسنال لعب لعيب عنده 15 سنه في البريمير ليج. ارسنال ماله؟ لعب لعيب عنده 15 سنه. لا انت ما تجيبناش زي بره. معلش ده انا سيبني حتى احلم. معلش بقى، لا أحلم. ما انت بتحلم لكن ما بتطبقش. طب نقول وجهه نظر. لا يا بص، احنا عندنا هنا شطار قوي، حتى بتوع كوره اللي فاهمين كوره، هو لما بيجي يتفرج على الدوري الاوروبي بيبقى مبسوط قوي، والاداء والكره وجمال، وبص والجون بيلعب ومحدش بيطفش، وبيلعبوا في السته يارده، والاثنين مساكين بقى في السته يارده ويلعبوا ما يقلقوش، وانت مبسوط قوي وانت بتتفرج. تيجي تطبق هنا مفيش. انت ذات نفسك بتاع كوره ليه؟ عشان انت بتخاف. بتخاف من ايه؟ بتخاف من الاعلام. طيب. بتخاف من ايه؟ بتخاف من الجمهور. بتخاف من ايه؟ بتخاف تغلط تمام. لكن انت مش هتوصل للقصه دي الا لما تغلط مره واثنين وثلاثه، لان انت بتلعب على المدى البعيد. ما انا بكلمك ليه على المدى البعيد؟ نفس القصه في قاعده الناشئين، مفيش اهتمام بقاعده الناشئين، ولا حد بيصرف على قاعده الناشئين، ما هو الا نادي ولا اتنين بيك كتير قوي، لانك انت مش مهتم. انت النهارده قاعده الناشئين دي توفر لك ملايين لو اهتميت بيها، لان انت بالزبط. انت احنا بنشوف دلوقتي كل واحد بيشتري من بره بالملايين. طب ما انت عندك قاعده ناشئين لما تصرف. خد شويه كده من وادي دجله ضمهم. طيب في حد بساله تمن لعيبه شاطرين. تمن لعيبه قال لي شاطرين. انت فاهمني بتكلم مع حد في المجال قال لي شاطرين. شايف ان دي شطاره ولا شايف ان ده مين اللي شاطرين؟ ان الاهلي خد دول. طب هو ما رباش ليه عنده؟ بالظبط، ما هو ربى وصرف شاطرين في ايه؟ بس ما استغلهوش. شاطرين ان هم ما اشتروا برضه بمبالغ، خد بالك. ما انا بقول ب 15 مليون. وده على فكره اوعى تفكر ان دي نصاحه، ده بيقول لك ان القطاع عندك
في مشكله. طب بلس اللي انت بتصرف على القطاع، في مشكله القطاع عندك، في مشكله. ما انت لو ما بتوجدش من القطاع عندك يبقى في مشكله. معنى دقيقه واحده. طب اعمل ايه يا عم باسم؟ انت معلش على وعد، على وعد ابقى اخلص الانترو بتاعي ما اتكلمش كتير عشان تيجي تشرفنا اكتر وقت، لان كلامك عجبني. حبيب حبيب المدير الفني الجديد للنادي الاهلي شايفه ازاي؟ اخر سؤال ونختم. سي في محترم، اكيد الناس الاهلاويه متعشمه فيه خير، لان خد بالك النادي الاهلي كان لازم يجيب سي في كويس. طبعا انت عارف الكلام اللي حصل قبل كده بسبب السي في بتاع سواريش واداء سواريش، بس رغم ذلك ان انا هرجع اقول الراجل ده معذور سواء كويس او مش كويس، لان هو جه في توقيت خاطئ. خد بالك تغيير المدربين ده لازم يبقى ليه توقيت معين عشان ما ظلمش، انت فاهمني؟ لكن النادي الاهلي فكر بطريقه سليمه جدا ان هو لازم يجيب مدير فني اجنبي سي في محترم، لان الناس ما كانتش هتسكت لو كان جاب سي في غير كده. فهم متعشمين خير، فده هيبان بقى داخل الملعب، وهو بيطبق برضو اليوم الكامل خد بالك، وبيشتغل يعني المفروض بشكل كويس. طبعا عمل وديات اول مباراه كانت مع بتروجيت وكسب مع كسب اسوان، واسوان كسب 2-1. بس احنا برضو يعني يعني هو شغال ممكن يكون بشكل كويس، ده اللي متابعه داخل النادي الاهلي انا ما اقدرش اقول لك، لكن ده هيبان بقى في الدوري وهيبان في خلال الدوري. الدوري هيبقى صعب، الدوري هيبقى صعب، لان خد بالك كل الفرق كمان بقت تسيب اللعيبه بصعوبه، انت عارف عباس كل دلوقتي يقول لك لا انا همسك في اللعيب ده لان انا عايز برضو الدوري بيبقى صعب، فلازم انا بلعب على المراكز المتقدمه، فكل واحد بيقوي فرقته بالشكل اللي هو شايفه مناسب. فحتى لو لقينا 3-4 بنفسه بس هتبقى في صعوبه في المكسب حتى في داخل الملعب. طب انا تمام كمان في سؤال كمان، ما انت قلت فاضل دي يا عباس. خلاص ماشي، ما انا بحاول اعوض معاك حاجه. الدوري بس كل الفرق دعمت بشكل كويس جدا، لو كلمنا على سيراميكا كليوباترا، على الاسماعيلي، على الاهلي، على الزمالك، على فيوتشر، شايف الدوري رايح فين؟ والفرق اللي طلعوا من تحت قال هم اسوان وحرس الحدود والداخليه. يلا عشان انا شايف ان في 6-7 فرق المفروض ينافسوا، واتمنى كده عشان يبقى الدوري ليه طعم. يعني سيراميكا بامكانياتها لازم تنافس، فيوتشر بامكانياتها لازم تنافس، زمالك واهلي طبعا لازم ينافس، البنك الاهلي بامكانياته لازم ينافس، سموحه مصري فاركو المصري ممكن يكون برضو في مشاكل ماديه، خد بالك انا بتكلم على امكانيات المصري أمور مشاكل ماديه، بسم الله ما شاء الله مش كويس، ملعب قناه السويس ملعب عالمي، يبقى برضو عندنا فرق. بس انا ليه بحس ان هم ما عندهمش طموح؟ يعني خلونا للدوري طعم، لان فيه لعيبه كويسه كتير. نتمنى نشوف ده في الدوري، اتمنى ان شاء الله. انا سعيد بيك، بسعد دايما بتحليلاتك، لان انت عارف انا من اللعيبه اللي بحب كنت اتفرج عليها، وكمان في كلامها منطقي وفني يعني منجز وواصل. انا اللي بشكرك، وكنت سعيد ان انا موجود النهارده معاك يا عباس، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الرومنتادا على شاشه قناه المحور، اشوفكم بكره وحلقه جديده الختام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.